بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاد مختار التتش، تحياتي محمد عفيفي. واحدة من اللقاءات التجريبية، النادي الأهلي النهاردة بتشكيلة موسيماني اللي بتضم مجموعة كبيرة من الشباب أمام نادي الغابة، أحد أندية القسم الثالث، قبل مشوار النادي الأهلي ما ينطلق أفريقيا إن شاء الله في منتصف أكتوبر القادم. بيبدأ الراجل النهاردة يجرب لعيبة من الشباب الصغيرين مع بعض اللعيبة اللي ما شاركوش مع فرقتهم في اللقاءين اللي فاتوا، سواء لقاء الجيش، لقاء السوبر، أو لقاء إنبي في دور الستاشر في بطولة كاس مصر. إنما خلينا نشوف النهاردة تشكيلة النادي الأهلي وتشكيلة مصطفى مارين المدير الفني لفريق الغابة. النادي الأهلي أدي اللعيبة بدأت تظهر قدامنا على الكادر مع طاقم التحكيم بقيادة صبري إبراهيم وأحمد عبد الباسط ومحمد موسى. بادئ علي لطفي في حراسة المرمى، ومعايا محمد مغرابي، رامي ربيعه، اثنين مساكين في الجبهه اليمين، محمد هاني ومحمود وحيد في الطرف الشمال، معاهم كريم فؤاد ومحمد محمود واحمد نبيل كوكا، ثلاثي وسط الملعب مع ثلاثه هيشتغلوا في المناطق الهجوميه، زياد طارق واحمد عبد القادر وحسام حسن. قاعد النهارده على الدكه مصطفى شوبير، وجميع بقى الاسماء اللي انا هقولها ديت مجموعه من الشباب اللي عاوز يستقر كده بيتسو موسيماني على العناصر اللي هتكمل معايا بدايه الموسم القادم. موجود حمدي ياسر وجلال احمد ومحمد فخري، عربي بدر واحمد اشرف وصالح نصر، احمد سيد غريب ومصطفى ابو الخير. الناحيه الثانيه فريق الغابه اللي بقول لحضراتكم احد انديه القسم الثالث اللي كان بينافس الموسم اللي فات على الصعود على فكره في المجموعه السادسه للتاهل للدوري الممتاز به او القسم الثاني، انما ما حالفهمش التوفيق. معاهم النهارده تشكيله بقياده عمرو ياسر في حراسه المرمى، ادي الاثنين الكباتن، رامي ربيعه واحد من نجوم النادي الأهلي، واحد من الحرس القديم. والناحية الثانية رمزي تيكو كابتن فريق الغابة. نكمل التشكيلة بسرعة بقى، عربي يوسف ونبيل إسماعيل اثنين في قلب الدفاع، محمد عزت زيزو في الجبهة اليمين، ومحمد عبد العال فوسكا في الطرف الشمال، محمود سعيد، عبد الرحمن كانتي اثنين ديفندر قدام المناطق الدفاعية، خالد علي واحمد جمال على أطراف الملعب مع إسلام حسن مصمم الهجمات الرئيسي، ورمزي تيكو اللي كان في الكادر مع رامي ربيعة كابتن الفرقة وهدافهم سنتر فيرويد صريح. معاهم على الدكة بقى مجموعة كبيرة برضو، النهاردة الكابتن مارين عاوز يجرب قبل انطلاق لقاءات القسم الثالث حليم وأحمد ميد وأحمد حسن وحسين النشار وعزام والدوكش وتوفيق غباشي وأحمد كلاشة وشادي محمد. كل الأمنيات الطيبة بعرض النهاردة يفيد الفرقتين، سواء لعيبة النادي الأهلي اللي موجودين أو الناحية الثانية الضيف فريق الغابة اللي بيقودهم واحد من نجوم نادي المقاولين العرب في نهاية التسعينيات الكابتن مصطفى مارين. طبعا نجوم الأهلي كلهم معروفين، اللعيبة الصغيرين والكبار، مهم جدا الجماهير إنها برضو تعرف اللعيبة اللي جاية النهاردة تتطلع إنها تلعب مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي حتى لو لقاء ودي. بنشكر الاستوديو التحليلي بقيادة نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن أيمن شوقي، ونجوم التحليل الفني كابتن شريف عبد المنعم والكابتن أسامة عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال، اللي ادونا وجبة كده لمدة ساعة تقريبا عن المعطيات الفنية لفرقة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أو قبل النهاردة اللقاء، أهداف موسيماني وجهازه الفني من التجربة اللي قدامنا، وقلنا أول المشوار هيبدأ للموسم بقى الجديد انطلاق المعترك الأفريقي. النادي الأهلي هيكون عنده مواجهة مع بطل النيجر إن شاء الله منتصف أكتوبر، نادي جندرمائي ناسيونال، اول فريق هيقابله النادي الاهلي. كان في دور تمهيدي اول طبعا النادي الاهلي ما خدهوش، بيلعب من الدور التمهيدي الثاني على طول، انما بطل النيجر كان قابل بطل بروندي لوما سيجير وفاز عليهم 1-0 في النيجر وتعادل 1-1 بره ملعبه. دي بعض المقدمات الفنيه كده لغايه ما نبدا مع حكمنا صبري ابراهيم 90 دقيقه في تجربه وديه للعيبه الاحمر على ملعبهم. على شمالنا فريق الغابه هو اللي خد ضربه البدايه، الجبهه اليمين محمد عزت، زيزو يرجع لورا يطلع على طول نبيل اسماعيل في الطرف الشمال يردها تاني محمود وحيد اللي طالع ومتقدم من البدايه، ادي ضغط في الخط الامام احمد عبد القادر اللي هيبدا من قدام محمود وحيد كمصمم هجمات من الجبهه الشمال، الخط الخلفي محمد مغربي قائد الفريق رامي ربيعه يدخل لجوه محمد هاني ويستلم يفتح الملعب مره تانيه عند مغربي، هنسمع النهارده مغربي، زياد طارق، احمد نبيل كوكا لعب قبل كده، انما نشوف الانطلاقه حسام حسن داخل منطقه الجزاء خطيره، انما يحط سن الجزمه ويطلع بره اول تدخل دفاعي وخبطت كده في حسام قبل ما تطلع. احد انتقالات الموسم الجديد حسام حسن نجم نادي سموحه السابق
واللي كان ليه تجربة في الدوري الليبي منتصف الموسم اللي فات مع نادي أهلي طرابلس، سجل معاهم 3 تجوان قبل انتقاله بقى للقلعة الحمراء. إنما يبقى واحد من الهدافين المهمين آخر 5 مواسم في الكرة المصرية حسام حسن، وشفناه شارك في لقاءين بالأخير، جاب جون إنما ما تحسبش، هدف ملغي، كان هدف طبعا اتكلم عليه كل الاستوديوهات التحليلية، كانت الكرة جاية من المدافع، وكان هيبقى انطلاقة حلوة إن اللعيب لسه بيبقى جاي. الجمهور عارف حسام حسن وكل حاجة، إنما لو سجل في القاء كمان بتدي له ثقة كبيرة جدا، خصوصا لما يكون جاي لفرقة كبيرة. أدي موسيماني مع محلل الأداء، الاتنين موجودين بقى بيتفرج من فوق، كمان للقاءات الودية كده ممكن المدير الفني يبقى شايف وكشف الملعب أفضل. على فكرة بيبقى دي وظيفة المحلل الفني بقى في اللقاءات الرسمية، هتلاقي موسيماني طبعا تحت. تلعب الكرة تاني أمامية، اشتراك وفي ضربة حرة، محمود تيتي يعمل فاول، هيرجع تاني على وسط ملعبه. قلت لحضراتكم فرقة بتلعب في المجموعة السادسة في القسم الثالث، معاهم فرق بقى من الدوري الممتاز موجودين في الدرجة الثالثة، ادي الكورة وادي حالها دلوقتي. يعني هنسمع الشرطة، اسكو، البلاستيك، الشمس، دول 4 اسماء موجودين فين؟ في القسم الثالث، يعني مش القسم الثاني كمان. واكثر من 18 فرقة تقريبا، يعني القسم الثالث ده فيه 12 مجموعة، في فرق من الدوري الممتاز ليها تاريخ وباع طويل، طنطا والشرقية في مجموعات تانية بقى موجودين. من الجبهة الشمال استلام، يرجع تاني محمد مغربي في وسط الملعب، محمد محمود يفتح هناك في الجبهة اليمين، يغير اتجاه اللعب عند محمد هاني. 3-4 تمريرات، أول 3 دقايق من التجربة الأهلوية أمام الغابة. مغربي يطول لقدام، أحمد عبد القادر عاوز لمسة يد ويديله الحكم فعلا، صبر إبراهيم قريب من الكرة، ضربة حرة تتلعب على طول من عبد القادر، أحد إعارات النادي الأهلي اللي بترجع لبيتها تاني، لعيب المهاري بدأ اللقاء اللي فات من أوله. تمرير أمامية مفيش راية، تتلعب على طول من الجبهة اليمين في منتهى الخطورة، زياد طارق يدخل ويقتحم، إنما الدفاع ممكن الجون الأولاني بقى ده اسمه كلام، خطيرة خطيرة للأهلي، إنما يغرفها من تحت كده حسام حسن لو اهتم بيها، بطن رجله في أي حتة جون، بطن رجله وش رجله، إنما خدها كده وعليت معاه. أدي اللعبة العرضية اللي اتعملت، والخطأ الدفاعي والفوضى اللي كانت موجودة في الخط الخلفي لفريق الغابة، إنما يشيلها من تحت لفوق في أول هجمة شرسة وأول ترجمة للنادي الأهلي على 18 الحارس عمرو ياسر. يبقى بعد 3 دقايق تقريبا الأهلي من الجبهة اليمين اقتحم كويس قوي زياد طارق وعمل الشغل في اللعبة اللي فاتت، إنما حسام حسن بيضيع أول الأهداف. أحمد عبد القادر تاني، تمريرة بينية إنما جامدة قوي على حسام اللي هيقرب منه زياد طارق. هنشوف الهجمات اللي جاية، الطريقة الهجومية بقى بتاعت موسيماني النهاردة، موجود محمد محمود هو الارتكاز الرئيسي، كل اللعيبة بقى اللي جنبه هتبقى لعيبة متحركة، سواء كريم فؤاد في اعتقادي هو اللي انطلق في اللعبة الأخيرة، كريم فؤاد اللي بيلعب النهاردة هاف رايت قدام محمد هاني، هيبقى كريم فؤاد ومحمد هاني الاتنين في الجبهة اليمين، ومحمود وحيد وكوكا هما اللي هيشتغلوا في الطرف الشمال، ويجي من القلب بقى محمد محمود اللي قلت نقطة الربط بين المناطق الدفاعية والخط الأمامي، مع وجود زياد طارق كواحد من الأوراق الهجومية المهمة. رامي ربيعة في وسط الملعب، ربيعة يلعبها تمريرة لقدام في اتجاه محمد هاني. الميزة بتاعت هاني بقى وكريم فؤاد إن الاتنين يقدروا يلعبوا على مستوى الشغل الدفاعي أو الهجومي، يعني شوية ممكن تلاقي محمد هاني هو اللي بيتقدم كمحرك في 30 متر الأمامية، أو كريم فؤاد حسب طبيعة بداية الهجمة. ضربة ركنية للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي طبعا مش هنقول إنها كانت سائرة، إنما هنقول جماهير زعلانة وكانت غضبانة بعد فقد لقب السوبر أمام طلائع الجيش بضربات الترجيح. نشوف الضربة الركنية وبعدين نتكلم، فرصة اللقاءات الودية نبدأ ندردش عن حال الكرة. محمود وحيد عرضية خطيرة، خروج خاطئ من عمرو ياسر لسه موجودة، إنما يشتت عبد الرحمن كانت اللي راجع لورا، التغطية الدفاعية موجودة، برافو يا ولد يا لعيب. أحمد نبيل كوكا اللي غطى وجي في الجبهة الشمال، لأن محمود وحيد كان قدام هو اللي بيعمل الضربة الركنية اللي فاتت، ويرجع لورا عند علي لطفي. هيواجهوا مشاكل كتير لعيبة الغابة، طبعا بقول لحضراتكم فارق التاريخ الإمكانيات، حتى لو معظم اللعيبة اللي بتلعب النهاردة في تشكيلة موسيماني من اللعيبة الشباب، قلت فيه 3-4 عناصر، محمد مغربي ونبيل كوكا وزياد طارق، آدي 3 أسماء مع العناصر اللي جاية بقى الموسم الحالي، كريم فؤاد وحسام حسن وعودة أحمد عبد القادر. تاني الاستلام،
محمد مغربي يسند في وسط الملعب، تمريرة أمامية تترد تاني على حدود ال 18، دخل لجوه أحمد عبد القادر وضم كده مع حسام حسن كأن اتنين مهاجمين بيجوا من العمق. رامي ربيعة يلم الكرة تاني، يستلم ربيعة تمريرة أمامية يلغي بيها كل المسافات والمشاوير، ممكن تسديدة خطيرة، جول جول جول. حسام حسن يعوض اللعبة اللي ضيعها، بعد 7 دقايق يتقدم النادي الأهلي بهدف عن طريق حسام حسن. اتعملت حلو في الجبهة اليمين، قلت هيواجهوا مشاكل كتير لعيبة الغابة، وهنشوف النهاردة سكور الشكل بيقول لك كده والأداء بيقول لك كده. أدي اللعبة، وكان متأخر في التغطية نبيل إسماعيل، واتعملت هناك في القايم البعيد ما قدرش حتى يعمل عليها تراي، ومحاولة عمرو ياسر. 1-0 يبقى الأهلي بيتقدم. هنبدأ نجيب ورقة وقلم ونكتب، لأن شكل الموضوع كده هيكبر في الوقت اللي جاي عشان ما ننساش حد باللي هيسجله الإجوان. يبقى حسام حسن هدف بعد 7 دقايق تقريبا في الدقيقة 7. استلام تاني من الجبهة اليمين، محمد زيزو ياخدها أحمد عبد القادر، عاوز يقتحم ويروح من الطرف الشمال، إنما تطلع بره إلى رامي التماس، يلعب على طول محمود وحيد، قرب منه واستلم محمد محمود، إنما كريم فؤاد بدأ يتحرك على فكرة بعرض الملعب كده جنب محمد محمود. كريم فؤاد هو اللي مدينا ظهره، هو اللي كان مقرب في اللعبة اللي فاتت. النهاردة قلت تشكيلة الموسيماني بيحاول يجرب بعض الواجبات للعيبة على غير مراكزها تقريبا. يعني كريم كنا بنشوفه لما كان موجود مع الفريق البترولي في الجبهة اليمين، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي. أدي محمد هاني نقل نفسه عشان يلعب الفاول، ضربة حرة للنادي الأهلي اللي تقدم بجون قريب محمود وحيد من الحائط البشري، لازم يبعد على فكرة حسب التعديلات بتاعة القانون، ما ينفعش يقف مع الحائط. محمد هاني تسديدة، إنما يروح لها المرة دي عمرو ياسر، تخبط وياخد منها ضربة ركنية النادي الأهلي. ضربة ركنية، محمد هاني لسه في مكانه، هو اللي هيلعب. قلت لحضراتكم انطلاق بطولة أفريقيا، وبعد كده هيبقى الدوري العام نهاية أكتوبر، وفرصة للجهاز الفني ان هو يشوف كل العناصر في الفترة اللي جاية. عرضية محمد هاني، رامي ربيعة جاي من ورا لقدام عشان يلعب بدماغه، يلمسها برجله كده لزمايله، انما التكتل الدفاعي دخل ال 18 لرامي تاني، استلم رامي ربيعة لسه قدام المنطقة، انما يشيلها عبد الرحمن كانتي اللي راجع لورا يقدم خدماته الدفاعية. عرضية هناك في الجبهة اللي فيها محمد هاني، ما كانش لسه رجع في منتهى الخطورة احمد عبد القادر، ولكن كان متأخر المساعد في اعتقادي كده محمد موسى المساعد الثاني شاور بتسلل، وضربة حرة غير مباشرة. يبقى خلال الثمان تسع دقايق اللي فاتوا سيطرة للأحمر في منطقة وسط الملعب، هجمتين ثلاثة في منتهى الشراسة على مرمى عمرو ياسر، ضيع واحدة حسام حسن السنتر فيرود، وبعد كده سجل على طول بعدها أقل من 3 دقايق. تاني في الجبهة اليمين، استلام من زيزو، يرجع لورا زيزو، نبيل إسماعيل لعمرو ياسر. ادي نسبة الاستحواذ قدامنا 57% للأهلوية، نادي الغابة 43%، نادي اجتماعي على فكرة أكتر ما هو نادي يعني نشاط الكرة بدأوا يهتموا بيه في السنوات الأخيرة، وقدروا إن هم يتواجدوا، بقول لحضراتكم في القسم الثالث ونفسه بشكل جيد جدا، كانوا قريبين إن هم يكونوا في القسم الثاني، صعد من مجموعتهم نادي بنها للدور الممتاز به أو القسم الثاني، خلاص ما بقاش فيه الممتاز ألف وب، قسم أول ثاني ثالث رابع. في وسط الملعب من جديد، تدخل من ربيعة اللي زايد وجاي على وسط الملعب، تمريرة ياخدها تاني أحمد عبد القادر، طالع له بينادي عليه محمود وحيد ويبدأ الهجمة، إنما حد واقع على الأرض بيوقف اللعب، صبر إبراهيم وهيطمن عليه إن شاء الله يقوم سليم ما فيهوش حاجة. نبدأ نتكلم تاني بقى عن انطلاق الموسم الجديد، كان واقع محمود سعيد تيتي رقم 25. كابتن مصطفى مارين قبل الماتش بساعة كده كنا بنتكلم على الفرقة، وقدر ماديا ان هو يجيب عناصر جديدة، قال لي ضميت 2 لعيبة من نادي الاتصالات، عنده لعيب محترف امريكي موجود معاه على الدكة النهاردة بس في اعتقادي مش هيدفع بيه. والمجموعة بقى اللي موجودة من الموسم اللي فات، التشكيلة اللي قدامنا بقيادة رمزي تيكو هدافهم اللي لسه ما شفناش طبعا، حاجة صعبة قوي في لقاء زي لقاء النادي الاهلي ان انت تقول العناصر الهجومية. ادي ضغط على طول من خالد علي بندق في الجبهة الشمال، انما تخبط في محمد هاني وتبقى رمي التماس لصالح نادي الغابة. ترجع لورا تاني
عند العربي يوسف يشيلها لقدام. تماس الأهلي المرة دي، شايفين الفترة اللي فاتت بداية جديدة لشكل إدارة الكرة، إنشاء رابطة الأندية على غرار بقى الدوريات الأوروبية اللي من فترة كبيرة طبعاً كل الدوريات المحترفة لازم يبقى فيه رابطة تدير الدوري. هنبدأ هوت بقى من الموسم اللي جاي من خلال طبعاً برضو لوائح اتحاد الكرة، يعني رأس الهرم هيبقى اتحاد الكرة وبيدير الرابطة اللي فيها عضو من كل نادي عشان الجماهير اللي بتتابع برضو تعرف الدنيا هتمشي ازاي. في وسط الملعب من جديد للنادي الأهلي زياد طارق اللي راح ومال هناك عند محمد هاني، يقف على الكرة شوية محمد هاني، بدأوا يضغطوا اهو شوية ويعملوا زحمة لعيبة الغابة من قدام. من الخلف للأمام محمد مغربي هيبص ويشيل ويلعب طويل، إنما قرب منه عبد القادر يسند عليه ياخدها ويلف حوالين نفسه كريم فؤاد. يبقى كريم النهارده بيلعب جنب محمد محمود الشكل كده في الملعب. ادي كريم هيلعب عرضيه، يشيل العرضيه حلوه قوي يا ولد يا لعيب، انما يطلع الدفاع مره تانية. مستني محمود وحيد، محمود البديل الاساسي لعلي معلول اللي لما بيجي بعد غياب محمود وحيد سواء بقى لاصابات علي معلول او لايقاف، الراجل ما بيخيبش ظن الجماهير والاجهزه الفنيه. محمود وحيد لاعب الطرف الشمال ياخدها تاني، خالد علي بندق يدخل لجوه قريب منه محمود تيتي يلعبها اماميه، انما مغربي يقطعها. احمد عبد القادر سيطره اهلاويه كامله، انما الهجمات غابت من 5 دقائق تقريبا، ما وصلناش بعد الجون اللي جابه حسام حسن كان في ضربه ركنيه وتعامل معاها الدفاع. تتلعب تاني في وسط الملعب كوكا، احمد نبيل كوكا، شفناه كوكا على فترات في تشكيله النادي الاهلي. تتلعب اماميه، عاوزين يضربوا التسلل واللعيبه بتلعب على خط واحد دلوقتي. ادي حسام حسن قدامنا، 46 هدف في مسيرته على فكره في الدوري حسام حسن، منهم 43 جول سجلهم مع نادي سموحه السكندري، كان ليه تجربتين في البدايه اساسا هو من ناشئين طلائع الجيش ولعب مع نادي الداخليه، وبعدين المحطه الثالثه ليه كانت نادي سموحه. السنه دي الاهلي جاب من سموحه حسام حسن ورجع من الاعاره عمار حمدي من الاتحاد واحمد عبد القادر، يعني 3 من على شط اسكندريه، 3 من الساحل الشمالي للنادي الاهلي الموسم الحالي، سواء اللي رجعوا من الاعاره او الصفقه الجديده نوفي بتاعه حسام حسن. تاني يلعب علي لطفي، علي لطفي هيبقى ضيف النهارده، يعني ممكن تشوفوني اكتر ما تشوفوا علي لطفي، مش هيجي عليه حاجات كتير في اللقاء. من المنطقه الدفاعيه محمد مغربي اللي بيبدا من الخلف للامام، تملي ملعوبه حلوه، ادي الاقتحام زياد طارق يا ولد يا لعيب خطيره، ينقل نفسه احمد عبد القادر ويلعب عرضيه عند حسام حسن، انما المره دي تدخل الدفاعي نبيل اسماعيل لسه موجود الهجمه حسام، انما يمسكها عمرو ياسر في الاختبار يمكن الخفيف او اللي يديله ثقه كده في العرضيه اللي فاتت. وما زالت هجمات النادي الاهلي هي الاشرس وهي اللي موجوده في ال 14 دقيقه اللي فاتوا، تقدم 1-0. حسام حسن سجل الهدف الوحيد، تجربة صعبة على فريق الغابة بكل أمانة، أي فرقة بتيجي تلعب قدام النادي الأهلي بتطلع كامل المخزون بتاعها الفني والبدني والذهني كل حاجة، إنما برضو بيبقى صعب قوي. تلعب الكورة في الجبهة اليمين، زيزو طالع لقدام، أدي زيزو بيتحرك حلو قوي يا ولد يا لعيب، يلعبها داخل ال 18، إسلام حسن عاوز يقرب من منطقة جزاء علي لطفي، إنما يتعامل الدفاع ويحلوا المشكلة على طول قبل ما يقتحم بيها إسلام، انما كان زايد كويس قوي زيزو الطرف اليمين واقتحم فيه اللعبه اللي فاتت. استلام مره تانية محمود وحيد يعلق الكره لقدام عند حسام حسن، جاي معاه مش سايبه نبيل اسماعيل قلب الدفاع، احمد عبد القادر في قلب الملعب عند كريم فؤاد، كريم يلعبها لمحمد هاني، استلام حلو خطيره يا ولد يا لعيب، الاستلام منتهى الجمال والروعه، انما برضه شالها كده، انما هجمه في منتهى الخطوره، تحرك حلو قوي محمد هاني من الطرف اليمين، والاستلام يعتبر 70% من اللعبه، حط الكره قدامه حلو قوي. بص محمد هاني خد الكره بصدره ولسه بيدور المدافع، ده كان رمزي تيكو هو اللي راجع لورا، بص تيكو ده راجع لغايه فين، هو اللي رايح في الطرف الشمال الدفاعي قدام محمد هاني، انما فرصه قريبه جدا عشان النادي الاهلي يزود الاهداف، يحطها محمد هاني فوق عرضه عمرو ياسر. تاني احمد عبد القادر الى حسام حسن يسندها لهم احمد نبيل كوكا، تيلش من زياد طارق
من على وش رجله، ياخدها تاني لعيبة الغابة من عند خالد بندق الرايح في الطرف الشمال، لعبتين لغاية ما توصل لمحمود سعيد تيتي في وسط الملعب، لزيزو اللي جاي، وزايد لعيب كويس على فكرة، زيزو ده مش هايب الموقف والراجل بيطلع، إنما تعمل له مشكلة لو الهجمة اتقطعت واتلعبت في ظهره محمد عزت زيزو، إنما لغاية دلوقتي هو أكتر لعيب بنشوفه بيتقدم ويقتحم من الجبهة اليمين، المكان اللي فيه محمود وحيد دفاعيا في تشكيلة النادي الأهلي، رمي التماس بينادي وحيد على حد من زمايله يقرب، جاي له كريم فؤاد هيلعب له، يلعب كريم لوحيد، محمد مغربي عند علي لطفي يشيلها لقدام علي لطفي، حلوة يا ولد يا لعيب، يبدأ بيها هجمة علي لطفي عند محمد هاني يسندها له، حلو قوي، محمد محمود دخل لجوه هاني، خطيرة، ممكن عبد القادر، جول جول جول، أحمد عبد القادر في الدقيقة 17، الأهلاوية مسيطرين، الأهلاوية مسجلين جونين لغاية دلوقتي، لقاء ودي إنما لازم نقول جول ولازم نحفز اللعيبة اللي موجودين، وقلت إن التجارب دي بتجيب بعض العناصر اللي ما كانتش بتشارك بشكل أساسي أو الوافدين الجدد أو اللعيبة الصغيرين، أدي العرضية وبداية الهجمة اللي عملها كويس قوي محمد هاني من الطرف اليمين، واحمد عبد القادر انما سابها له حسام حسن، الراجل كانت برضه معديه من قدامه، كان ممكن يسجل حسام واكيد كلمه احمد عبد القادر هو اقرب للتسجيل، انما ثنائيه اهلاويه في الدقيقه 17 يسجل احمد عبد القادر 2-0، وقلت هنشوف مهرجان اهداف، الجواب بيبان من عنوانه، الله يكون في عون مصطفى مارين المدير الفني لفريق الغابه وتشكيلته اللي بتلعب النهاردة، أحمد زيزو، تيتي، نبيل إسماعيل يرجع لورا عند عمرو ياسر، حتى اللعيبة تحس إنها متوترة بتطلع الكرة من رجليها وهي خايفة، يتضغط على عرب يوسف ويرجع بيها برا تاني حسام حسن، إنما كرة مشتركة خلصها كويس قوي عند كريم فؤاد الى محمد مغربي، محمود وحيد 5-6 تمريرات، سيطره كامله في منطقه وسط الملعب، عبد القادر يفتح تاني هناك عند زياد طارق، حلوه التمريره في اتجاه كريم فؤاد، بيعمل تحركات محمود وحيد، والله هو اللي كان رايح محمود وحيد في اللعبه اللي فاتت، انما كان في رايه تسلل على محمود وحيد، ادي الجون التاني بيتعاد، مخرجنا النهاردة محمد دكروري اللي بينقل مباراة اليوم من ملعب النادي الأهلي بالجزيرة، عرضية حلوة بيتحرك عبد القادر ويسجل بكل سهولة، مقطوعة كرة من جديد من كوكا تروح هناك عند خالد بندق اللي بيطولها أمامية في اتجاه إسلام حسن، بيحاولوا على استحياء لعيبة الغابة، نقلتين لغاية ما يوصلوا لجبهة محمد هاني قدام ال 18، استلام مرة تانية أحمد جمال، إنما تمريرة جامدة وتبقى رمي التماس، آدي الجهاز الفني للنادي الأهلي بالكامل موجود، كابيلو رانجوجا مع موسيماني، كابيلو رانجوجا مخطط الأحمال ومعاه محلل الأداء موسى مطلبة، الثلاثة اللي كانوا موجودين قدامنا موسيماني والثنائي اللي اتكلمت عليهم أنا رانجوجا ومطلبة، محمود وحيد استلام تاني ضاغط عليه وجاي احمد جمال هنا يساعد مع زيزو في بدايه الهجمه، انما ياخدها ويمشي بيها كريم فؤاد، كريم عاوز يعدي يتزحلق ويطلع بره الى رامي التماس لصالح النادي الاهلي في الجنب اللي فيه محمد عزت الشهير بزيزو، يلعب على طول وحيد لكريم، تهرب الكره من تحت رجله، جاي له تيتي ياخدها، انما نبيل كوكا مقرب في المكان اللي فيه وحيد زي ما اتكلمت على الجبهه اليمين اللي هناك اللي فيها محمد هاني وبدا يقرب منه زياد طارق، هنا نبيل كوكا مع محمود وحيد هم اللي بيعملوا التحركات سواء الهجوميه او التغطيه الدفاعيه، ده شكل التشكيله اللي بيلعب بيها موسيماني في لقاء اليوم، بعض العناوين الخفيفه كده، انما هيتكلم افضل مننا الكابتن ايمن شوقي مع نجوم التحليل الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال، استوديو تحليلي مش عارف لقاءات الكبيره للنادي الاهلي، عايزة الأسماء الكبيرة اللي معانا النهاردة دي في لقاءات كبيرة، نتمنى على طول شاشة النادي الأهلي يبقى فيها لقاءات عشان اللي موجودين يطلعوا كل اللي جواهم، أدعم عمار حمدي
ظهر قدامنا على الشاشة. تاني من الجبهة اليمين تيتي اللي قرب وجه في مكان زيزو. نبيل اسماعيل يلعبها لمحمود تيتي، ضربة حرة ياخد منها فاول وقع على الأرض زيزو. هنشوف النهاردة كل العناصر العربي بدري بقى وكل زمايله اللي موجودين على الدكة. شفنا عمار، إنما عمار مش على قائمة البدلاء، إنما الكادر جه عليه، إنما عربي بدري موجود النهاردة مع المجموعة اللي ممكن يستعين بيها. وفي اعتقادي هنسمع أسماء كتير في الشوط الثاني من اللعيبة الشباب اللي قلت من أهم النهاردة الأهداف بتاعة المباراة. مين الخمس أسماء من اللعيبة الصغيرين اللي هيكملوا ويبدأوا الموسم مع تشكيلة النادي الأهلي؟ استلام مرة تانية من عبد القادر، أحمد عبد القادر دخل لجوه، ممكن الجون الثالث، جول 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 محمد محمود. سلامات سلامات يا محمود يا بلديات، حظه وحش قوي الولد ده، لعيب جامد محمد محمود. والإصابة تتعمل فيلم إيه؟ فيلم تراجيدي إصابة محمد محمود، مرتين رباط صليب الله يكون في عونه، وبيرجع الراجل قاد ببطن رجله بيحطها عرضية بلسم وحاططها كمان، مفيش أحلى من كده. محمد محمود يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي، ثلاثية أهلاوية في الدقيقة 22 منتصف الشوط الأول تقريبا، ومحمد محمود هو اللي بيسجل الهدف الثالث. يبقى ثلاثة دون مقابل الأهلي، والغابة تجربة ودية قبل انطلاق المعترك الافريقي للنادي الاهلي بلقاء جندرمائي ناسيونال بطل النيجر، وقبل انطلاق الموسم الجديد في نهايه اكتوبر ان شاء الله. النادي الاهلي بطل افريقيا 2021، وقلت الجماهير كانت زعلانه لان جماهير النادي الاهلي ما تعودتش انها تفقد بطولات، ما عندهمش لقب الوصيف ده، لا يمثل للنادي الاهلي، يعني بيزعلوا لما تقول الاهلي الوصيف يقول لك لا الاهلي يبقى البطل. والاهلي عامل زي الطالب المتفوق اللي اهله وناسه بيزعلوا لو ما جابش امتياز، جمهور الاهلي هو اهله وناسه بيزعل لو الاهلي ما خدش البطوله بكل امانه. محدش يقول لك الراجل علشان على شاشه الاهلي، لا ده الكلام الواقعي والمنطقي. تتلعب الكره من جديد، محمود وحيد 3-0، حسام حسن، احمد عبد القادر، محمد محمود، الثلاثيه الاهلاويه لغايه دلوقتي. في وسط الملعب من جديد زياد طارق بيتحرك برده كويس، زياد اللي بيميل على محمد هاني يلعبها له محمد هاني مرة تانية. الضغط الدفاعي موجود من عند محمد عبد العال الباك الشمال في تشكيلة مصطفى مارين. ثلاث نقلات لفريق الغابة قدام ال 18، تيتي يقرب، يمكن أفضل عنصرين لغاية دلوقتي في تشكيلة الغابة محمود تيتي في وسط الملعب اللاعب رقم 25، وزيزو الباك اليمين لعيبة مجتهدة في حدود المتاح، هم أكتر اتنين لمسوا الكورة، أكتر اتنين بيعملوا واجبات في الملعب. واحد يقول لك ده النتيجه 3-0، اقول لك الامكانيات، نادي قسم ثالث بيلعب النادي الاهلي. تاني محمد محمود يا ولد يا لعيب بمعلمه يحطها هناك عند محمد هاني، هيلحقها هاني، انما كانت جامده سنه، انما حطيتها حلو وشكلها حلو، حتى بيعتذر اهوت محمد محمود لمحمد هاني. راجع تاني محمد هاني على وسط ملعبه في محاوله هجوميه من جديد. قلنا في تصور لشكل الدوري، الرابطه بقى هتبدا تعمل شغل، قال لك ثلاث تصورات للدوري اللي جاي. يا إما الدوري يكون تقليدي 18 فريق يلعبوا دور أول ودور تاني، أو يلعبوا مجموعتين وأول ست فرق في نهاية دوري المجموعتين يلعبوا دوري على تحديد البطل، ده التصور التاني، والفرقتين الأواخر في المجموعتين يهبطوا على طول وقبل الأخير يلعبوا لقاء فاصل يبقى فريق تالت، ده الشكل هو التاني أو التصور التاني. طبعا بيعملوا التصورات دي ليه؟ عشان هنبدأ الدوري متأخر، وعشان يبدأ يبقى فيه مسابقة منتظمة في السنوات القادمة. نشوف الهجمة وبعدين نكمل حكاية رابطة المحترفين وشكل الدوري. التصور الثالث بقى ان يلعب دوري من دور واحد، يعني فرقة تلعب ما تلعبش رايح جاي، تلعب دوري من دور واحد وياخد اول 10 فرق يحدد منهم البطل، واخر 8 فرق يحدد منهم اللعيبة اللي هتنزل. وعايز اقول لك ان ده موجود في الدوري البلجيكي، حاجة اسمها البلاي اوف، بيلعبوا كده على طول الدوري البلجيكي، ما بيلعبوش دوري رايح جاي. ترجع الكرة تاني من جديد عند علي لطفي، كل الأمنيات بالتوفيق، منتخبنا الوطني يوم الخميس اللي جاي عنده أول مواجهة بقيادة بقى كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي، ده الجهاز الفني لفريق الغابة، معهم الكابتن محمود حسن على فكرة مشرف على الكرة. محمود وحيد عرضية حلوة، إنما التغطية برافو يا ولد يا لعيب، غطى حلو قوي وبياخد تحية زمايله العربي يوسف، كانت برضه هجمة في منتهى الخطورة، إنما يطلعها ويحل الأزمة الدفاعية عربي في الدقيقة 26، اتعملت من ناحية محمود وحيد وياخدوا منها ضربة ركنية النادي الأهلي. قلت لحضراتكم الجهاز الفني اللي فيه مارين
معاك كابتن محمود حسن، ادي الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان. خلاص الكابتن سامي قمصان دلوقتي هو الرجل الاول خلف موسيماني، هو المدرب العام بعد رحيل جونسون المدرب اللي كان موجود. تتلعب العرضيه محمود وحيد ينقل نفسه، رامي ربيعه ياخدها من تحت لفوق خارج الملعب، ضربه مرمى في النهايه، هيرجع تاني رامي ربيعه، برضه لعيب من اللعيبه اللي تتاخد نموذج رامي ربيعه. بعد ابتعاده فتره كبيره رجع الراجل في غيابات ياسر ابراهيم وايمن اشرف، واثبت وجوده واثبت مكانته بعد ما كان على مقربه ايه من الرحيل في يناير اللي فات. رامي ربيعه واحد من ابناء النادي الاهلي، واللي برضه كان حظه سيء جدا في الاصابات الكتير اللي اخرته، كان اول واحد دفع بيه على فكره الكابتن زيزو، كان عنده 17 سنه رامي ربيعه الا لم تخن الذاكره. اللي قدامنا ده كابتن النادي الاهلي. تلعب الكره ثاني عرضيه، عبد القادر على صدره جوه ال 18 جاي له منطلق محمود وحيد يزقها له حلو، انما رجع خلاص ست سبع لعيبه جوه ال 18 عرضيه هناك في الجبهه اللي فيها زياد طارق، طالع لفوق وعمل فاول محمد محمود، بيعتذر اهو بروح طيبه ليه عربي يوسف قلب الدفاع. ادي محمد محمود اللي بدا يظهر بقى هجوميا وتحرر من وسط الملعب، المكان اللي سايبه تماما لكريم فؤاد. مفيش حاجة تستاهل ان انت تلعب باتنين ارتكاز او واحد حتى وانت بتمتلك زمام الامور كلها، هتلاقي النواحي الهجومية الاتنين الديفندر بتوعك او اللعيب الاساسي الارتكاز هيظهر كتير قدام 18 المنافس، وهي التجارب الودية عشان تجرب، انت تجرب الجمل، ممكن يكون في مراكز بديلة لبعض اللعيبة. يعني انت جايب كريم فؤاد باك يمين مع محمد هاني، ممكن تشوفه في الحتة اللي في وسط الملعب هيعمل ايه الراجل. ضربة حرة تتلعب على طول طويلة أمامية، إنما جامدة على إسلام حسن، كان مدينا ظهره كريم فؤاد اللي كنا بنتكلم عليه. انتقالات النادي الأهلي الموسم الحالي ما بين اللعيبة الأفارقة بيرسيتاو اللي لسه ما ظهرش، طبعا الراجل عنده إصابة عضلية عادي جدا، كان عنده لقاء مع منتخب بلاده منتخب جنوب أفريقيا، وإن شاء الله أيام وهنشوفه في اللقاءات بيرسيتاو. شفنا ميكي سوني لعيب هايل ولعيب مهاري، حسام حسن هو متواجد قدامنا سواء في اللقاءات الودية أو اللقاء الرسمي الأخير أمام إنبي. مصطفى البدر النادي الأهلي جابه من الإنتاج الحربي وأعاره، هيستفيد بيه طبعا، عمل له عقد 5 سنين. ورجع بقى عمار حمدي وأحمد عبد القادر، أدي الصفقات الأهلوية، وكريم فؤاد طبعا اللي اتكلمنا عليه مع رحيل عدد من اللعيبة برضه سواء على مستوى الإعارة زي سعد السمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام والناشئ فهد جمعة، ولعيبة خلاص النادي الأهلي استغنى عنها تماما، لعيبه افارقه معاره للدوري التركي مع احمد ياسر ريان ايضا اللي موجود في الدوري التركي مع نادي الاتاي سبور. تلعب الكره مره تاني، معانا الكابتن بلال النهارده واحد من اللي خاضوا تجربه الاحتراف في الدوري التركي. تلعب الكره من جديد عند تيتي، لسه عند كلامي ان محمود تيتي لعيب كويس قوي ومستواه مش هقول لك ان هو يلعب دوري ممتاز، انما ممكن يطلع درجه لقدام، يعني يلعب قسم تاني محمود تيتي اللي قدامنا رقم 25 ده. تلعب الكره في منطقه وسط الملعب، تمريره بينيه حلوه مفيش رايه ولا حاجه، انما عمرو ياسر حارس المرمى يطلع وياخدها. بنقرب من 30 دقيقه ثلاثيه اهلاويه، حسام حسن احمد عبد القادر محمد محمود، تجربه وديه قبل انطلاق منافسات 2021-2022 الافريقيه والمحليه بقى، وكل غمار اللقاءات اللي هياخدها النادي الاهلي بتشكيلته في الوقت اللي جاي. 6 لعيبه انضموا للمنتخب من النادي الاهلي، على راسهم محمد الشناوي ومعاه ايمن اشرف واكرم توفيق وحمدي فتحي وقفشه ومحمد شريف وعمرو السوليه، كل الامنيات بالتوفيق لكل المجموعه اللي خدها كيروش مع جهازه الفني المصري اللي موجود، الكابتن وائل جمعه مدير الكوره، كابتن ضياء السيد، كابتن عصام الحضري والكابتن محمد شوقي، كل الامنيات بالتوفيق ليهم. مرحله جديده، عندهم لقاء ودي امام ليبيريا يوم الخميس، وان شاء الله بقى اللقاءات الرسميه. ادي تمريره اماميه، انما يطلع برافو يا ولد يا لعيب علي لطفي ويغطي ورا المدافعين في اول ظهور هجومي، تقدر تقول هجمه خطيره على دفاعات النادي الاهلي، غطى كويس قوي علي لطفي، لو كان متاخر كانت ممكن تعمل مشكله، تروح الكره هناك في الطرف الشمال ولكن لخارج الملعب. ادي علي لطفي اللي قلت مش هنشوفه كتير، انما اختبار ليه ان هو يتحرك كويس قوي ويطلع في اللعبه اللي فاتت قبل احمد جمال اللي كان جاي في العمق مكان رمزي تيكو، ويطلع الكوره ويحل الازمه للعيبه النادي الاهلي قبل ما يروح فيها احمد جمال. رامي ربيعه على جنب عند المغربي،
يفتح الملعب لمحمود وحيد، يتحرك له أحمد عبد القادر يسلمه. 64% الاستحواذ للنادي الأهلي، 36% للغابة، تاني ياخدها مغربي، يرجع بيها كريم فؤاد عند كوكا، إنما مقطوعة لعيبة النادي الأهلي اشتغلوا فيها باستهتار التمريرات اللي فاتت عشان كده اتقطعت منهم. يردها مرة تاني أحمد عبد القادر اللي نزل على وسط ملعبه، ضغطوا نفسهم وبدأوا يتجرأوا عليهم لعيبة الغابة، ثلاث لعيبة ضغطوا هناك عند ال 18 رايح رمزي تيكو هو السنتر فيرود الصريح من الجبهة اليمين. عبد الرحمن كانتي جاي وضاغط، لما ياخدها تاني محمد مغربي، يرجع بيها كريم فؤاد لورا عند ربيعة يمشيها لمحمد هاني، جاي له اسلام حسن يقابله عشان يعطل بداية الهجمة. محمد هاني تاني تمريرة قصيرة، زياد طارق على وسط الملعب، زياد كريم فؤاد عامل دور حيوي النهارده كريم، وعمل نشاط على فكرة. المكان اللي في الدايرة ده كان مالين النهارده، بيميل كتير عند محمود وحيد كريم فؤاد، انما شفناه بيتحرك جنب محمد محمود بشكل مؤثر في الاوقات اللي لعب فيها في ال 32 دقيقة. محمد محمود جاب جون وعمل تمريرتين بدأ بيهم هجمات بشكل ايجابي. حسام حسن ضيع لعبة وسجل بعضها على طول. ده ملخص كده الوقت اللي اتلعب على مستوى الاداء الهجومي في ال 30 متر الامامية، او من بداية الدايرة كده لغاية ما تروح ل 18 فريق الغابة. ادي تمريرة بدأوا يظهروا عند ال 18 في الثلاث اربع دقائق اللي فاتوا، حتى لو الهجمات لا تكتمل، انما بقينا نقول اسماء اسلام حسن ورمزي تيكو واحمد جمال عند 18 رامي ربيعه ومحمد مغربي، ياخدها تاني احمد عبد القادر اللي غير مكانه وراح في الطرف اليمين في اتجاه محمد هاني وزياد طارق، قفلوا عليه زاويه التمرير محمد عبد العال ومحمود سعيد. تسديده جامده، تسديده جامده انما بعيده عن مرمى عمرو ياسر. محاولات هجوميه ما زالت قائمه للاعيبه النادي الاهلي، مجهود يشكروا عليه لعيبة الغابة، أحد أندية القسم الثالث اللي بيلعبوا في المجموعة السادسة مع الشرطة وإسكو والبلاستيك والعبور وطوخ والأميرية والمرج. أدي أسماء الفرق اللي في القسم الثالث في مجموعة فريق الغابة. نادي ألمازة في لعيبة على فكرة ونجوم كانوا موجودين في التسعينات والألفية الجديدة مدربين في القسم الثالث. كابتن أحمد فكر الصغير نجم النادي الإسماعيلي بيقود نادي البلاستيك في نفس المجموعة. كابتن توفيق صقر نجم المحلة برضو في فترة التسعينات وبداية الألفية موجود مع فريق الشرطة. شوف الأسماء الكبيرة دي، شرطة وإسكو وبلاستيك وشمس، تمانينات وتسعينات كانوا في الدوري الممتاز. حاجة تزعل أندية الشعبية، مش هنقول بقى أنها بدأت تتوارى ولكن تنقرض تماما. محمد هاني خطيرة يا ولد، جول جول جول، مدفع محمد هاني، أربعة. وادي بيسقف لهم كده مخطط الأحمال رانجوجا، هدف للنادي الأهلي رابع عن طريق محمد هاني في الدقيقة 35. اللي سمع اللقاء من أوله في أول ثلاث دقايق قلت هنشوف مهرجان أهداف، والفارق في المستوى باين جدا. محمد هاني واحد من اللعيبة اللي بتأدي بشكل جيد النهاردة، بيسجل مع الدقيقة 34. محمد محمود كان سجل في الدقيقة 22، ومن قبلهم أحمد عبد القادر الدقيقة 17 وحسام حسن في الدقيقة 7. ادي الحكم قدامنا بيضحك، طبعا مباراه وديه. صبر ابراهيم حكم اللقاء مع احمد عبد الباسط ومحمد موسى، مفيش اي ضغوط عليه الراجل. ادي الكابتن مصطفى مارين اللي اتكلمت عليه، كان واحد من المدافعين على فكره الهايلين في اخر التسعينيات كده وبدايه الالفيه برضو. مارين مع نادي المقاولين العرب خد معاهم ثلاث بطولات على مستوى اللعب ايام المقاولين، بقى بطوله افريقيا في التسعينيات أو بطولة كاس مصر مرتين، كان آخرهم مع الكابتن حسن شحاتة في 2004، كان لسه موجود مارين مع تشكيلة نادي المقاولين. كاس عالم عسكرية برضو مرتين مع منتخب مصر 99 و2001، كان في الوقت ده الكابتن محمد عمر هو المدير الفني. لعيب من الأسماء اللي كانت موجودة بشكل جيد جدا في جيل المقاولين العرب مصطفى مارين، نتمنى له التوفيق في تجربته مع فريق الغابة. لازم كده عملية إحلال وتجديد في دماء المدربين في كل المستويات، دوري ممتاز، قسم تاني، قسم تالت. رامي ربيعة يفتح الملعب هناك في جبهة محمد هاني، استلم هاني لربيعة، كريم فؤاد، محمد مغربي للخلف تماما عند علي لطفي. يعني هنقول اختبار خفيف لعلي لطفي الكرة اللي طلع بره ال 18 ولعبها بدماغه.
اهم كرة على دفاعات النادي الاهلي النهارده، اداء جيد جدا للعيبه اللي مسجلين لغايه دلوقتي 4 تجوان وبيقربوا من الجون الخامس، عرضيه وحيد الجون الخامس، جول جول جول، كريم فؤاد بيسجل هدف للنادي الاهلي. لا لا ده جوان كتير، ده احنا عايزين ورقتين، الورقه الصغيره اللي معايا دي مش هتكفي. ادي كمان كريم فؤاد سجل عندك في الدقيقه 36، يبقى 5 للنادي الاهلي اللي قلت قربوا من الجون الخامس. رجع حسام حسن قام بدور مصمم الهجمات، وهو اللي بدأ الهجمة عند محمود وحيد، تقريبا 3 تجوان من الجبهة الشمال بدأ يتحرك بيها لعيبة النادي الأهلي من الاجوان اللي اتسجلت النهاردة، ومن الطرف بتاع محمد هاني سجل جون وصنعوا جون. الأطراف مهمة جدا ان انت تبدأ هجماتك منها، سواء اللعيبة اللي بتيجي محركات دفاعية من ورا لقدام، او الهافات اللي بتبدأ على مستوى الأداء الهجومي. تاني كرة منقولة، تمريرة بينية، ممكن خطيرة خطيرة، ممكن جول، الجول السادس، الجول السادس للنادي الاهلي. ادي موسيماني هيبدا بقى في اعتقادي يدي اللعيبه اللي قاعده بره، لعيبه الشباب، وهي على الارض كريم فؤاد، انما جون سادس للنادي الاهلي في الدقيقه 37. اتعملت حلوه قوي التمريره من كريم، انما كان تدخل معاه، هنشوف كده اللعبه اللي جابها زياد طارق الدقيقه 37، الجون السادس زياد طارق بيسجل الجون السادس للنادي الاهلي. يعني في اعتقادي لو تقسيمه قويه كانت هتبقى افضل من الشوط الاول بكل امانه. تجربه وديه، نادي الغابه ليه كل الاحترام والتقدير، انما برضو قلنا في اهداف من التجربه لموسيماني، هو شايف افضل مننا، عاوز يدي ثقه لبعض اللعيبه، اللعيبه الصغيرين اللي معاه عاوز يستقر على 5 اسماء هيكملوا بقى 2021 2022 معاه. كريم فؤاد اللي كان خده كده وهو ماشي، عبد الرحمن كانتي لاعب الوسط رقم 2، انما هو اللي صنع الجون كريم فؤاد، عامل مباراه جيده جدا النهارده كريم، 6 جوان لغايه دلوقتي. حسام حسن بدأها في الدقيقه 7 واخرهم زياد طارق في الدقيقه 37. ادي الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي مع كريم فؤاد. الاسماء اللي بره بقى محمد فخري وجلال احمد، مصطفى شوبير حارس المرمى موجود، حمدي ياسر، احمد اشرف، وعربي بدر، صالح ناصر، واحمد سيد غريب، ومصطفى ابو الخير. كل الاسماء دي هتنزل الشوط الثاني. بره الملعب الى رامي التماس، سلامات لكريم فؤاد. يلعب كوكا لربيعه لمحمد هاني، لربيعه تاني. في وسط الملعب محمد محمود الى مغربي، ضاغط عليه عبد الرحمن كانتي. دفاع النادي الاهلي بارتياحيه بينقل الكره بعرض الملعب، نزل كريم اهو اللي ربط ايده اللي عمل الجون لزياد طارق. مره تاني للخلف، 6-0 في 39 دقيقه. الاهلي لسه عنده بطوله سوبر افريقي، وعنده بطولة كاس مصر، البطولات اللي متبقية من الموسم الحالي للنادي الاهلي، عشان الجماهير اللي قلت كانت زعلانة من فرقتها. الاهلي فقد بطولة الدوري، انما فاز ببطولة افريقيا، فقد السوبر بتاع الموسم اللي فات على فكرة. يعني الموسم اللي فات كان الاهلي وطلاع الجيش كان اللقاء مترحل لغاية دلوقتي، انما لو الاهلي قدر يفوز ببطولة كاس مصر يبقى طرف من اطراف السوبر الجديد. بقول الكلام ده ليه؟ ان الاهلي قدامه لسه 3 بطولات مع البطولة اللي خدها، يعني بتتكلم في 4 بطولات. الكرة أرقام، عشان بعض الجماهير برضو اللي كانت زعلانة من موسيماني، الراجل كمان يومين هيتم سنة بالتمام والكمال مع النادي الأهلي، هو جه 30 سبتمبر 2020، نشوف الهجمة وبعدين نكمل حكاية موسيماني. جوه 18 محمد هاني يشتت ودخل لجوه، كويس قوي، برافو يا ولد يا لعيب. وأنا بتكلم على كشف حساب موسيماني مع النادي الأهلي، قلت سنة بالتمام والكمال، خد 3 بطولات الموسم اللي فات. ادي الجون اللي جابه زياد طارق، قطعها حلو قوي، كريم فؤاد هو اللي قطعها، ادي نزل على ايده، طبعا ما يقصدش اللعيب ان هو يأذيه، وتحرك حلو قوي من زياد طارق، طلع يقابله عمرو ياسر، شالها من فوقيه في منتهى الجمال والروعه. ده الجون السادس والاخير اللي سجلوه الاهلاويه في الدقيقه 37. تتلعب الكره اماميه، عبد القادر مشوار، احمد عبد القادر، انما تدخل دفاعي، طلعوا مره ثانيه لعيبه الغابه على جنب عند احمد جمال، يرجع بيها لورا لعرب يوسف بعرض الملعب
هناك أمامية في اتجاه إسلام حسن، إنما جامدة تطلع بره رمي التماس. يلعبها على طول محمد هاني، علي لطفي إلى رامي ربيعة كابتن النادي الأهلي، وقف اللعب صبر إبراهيم الحكم. هنشوف كده جاله شد عمرو ياسر، 6 جوان، مباراة تقيلة على أي جون دي بتبقى تقيلة على جوان الدوري الممتاز، الله يكون في عون عمرو ياسر. ولكن قلت جرأة يحسب لمصطفى مارين ان هو يجي يلعب النادي الاهلي بفرقته اللي قلت بتلعب في القسم الثالث، وقلت في انديه من الدوري الممتاز وصلت لمحطه الدرجه الثالثه، قلت اللي موجودين في مجموعه الغابه، اقول لحضراتكم اسماء بقى موجوده في باقي المجموعات، يعني موجود طنطا، موجود اسمنت اسيوط، النصر للتعدين، الشرقيه، غزل شبين، نادي الترام اللي كان بيلعب فتره الستينات، طنطا، كل الأسماء دي موجودة في القسم الثالث مش في القسم الثاني. هنشوف كده مراجعة لأهداف النادي الأهلي، مخرجنا محمد دكروري. أدي أول جون، أدي الحكاية من أولها، حكاية الست جوان عملها حسام حسن حلو في الزاوية البعيدة، بيستغل اللعيبة كده الفترة اللي واقع فيها عمرو ياسر بيتعالج وبياخدوا مية، برضو ده جون محمد هاني، محمد محمود سندها حلو قوي، بداية الهجمة كان محمد محمود هو بداية الهجمات الخطيرة، عملها محمد هاني حلو قوي بعرض الملعب عند عبد القادر وسجل الجون الثاني. دي الأهداف في الترتيب كده، الجون الأولاني شفنا حسام حسن وبعدين أحمد عبد القادر، الجون الثالث هيبقى محمد محمود اللي كان عنصر أساسي في صناعة الهجمات، وبعدين جه الدور عليه إن هو يسجل الهدف الثالث بعرضية عبد القادر الجميلة القصيرة جوه المنطقة. هنرجع تاني لأحداث اللقاء، أقل من 3 دقايق على نهاية الشوط الأول، سداسية أهلوية في تجربة ودية قبل انطلاق غمار المنافسات الأفريقية منتصف أكتوبر القادم إن شاء الله، بداية رحلة النادي الأهلي ودفاعه عن اللقب اللي حققه 10 مرات منهم مرتين في آخر نسختين 2020-2021، وهيبقى مجد شخصي كمان لموسيماني إن هو يحقق ثلاثية متتالية مع النادي الأهلي. هدف الراجل كده عايز يعمل ريكورد تاريخي لنفسه، النادي الأهلي اللي بيجيله لعيبة ومدربين هم اللي بيعملوا تاريخ، تاريخ الأهلي موجود، اللي جاي بيكمل ويبني ويزود أرقام فقط لا غير. تتلعب الكرة تاني، محمود وحيد إلى كريم فؤاد، واحد من اللعيبة اللي أجاده كريم في الشوط الأول، العنصر الحيوي في منطقة وسط الملعب مع محمد محمود، الاتنين اشتغلوا بشكل كويس قوي معاهم الاثنين الشباب احمد نبيل كوكا وزياد طارق، مع باقي المجموعه اصحاب الخبرات بقى ربيعه ومحمود وحيد ومحمد هاني وحسام حسن واحمد عبد القادر، محمد مغربي النهارده قلب الدفاع جنب ربيعه. نشوف العرضيه، ادي عرضيه خطيره مش هتقدر تقول على المدافعين ان هم تعرضوا لضغوط، اول يمكن ضربه ركنيه مع الدقيقه الاخيره، 3 ركنيات للنادي الاهلي ولا ركنيه لنادي الغابه خلال الشوط اللي احنا لعبناه. محمد هاني يلعب على طول لربيعه، كوكا استلام، كريم فؤاد يسلمها لمحمود وحيد، محمد محمود يرجع لورا للخلف تماما من مغربي لعلي لطفي. في اعتقادي هنشوف بقى شوبير في الشوط الثاني، مصطفى شوبير، شوبير الصغير، شوبير الكبير، عيد ميلاده النهارده بنقول له كل سنه وانت طيب، واحد من ابناء الاهلي الكبار، في علامات كده للنادي الاهلي منهم الحارس الكبير الكابتن احمد شوبير. تتلعب الكره تاني، عبد القادر الى محمود وحيد في مساحه ضيقه عملوها حلو قوي، ياخدها وحيد وطالع لقدام، ده 4 على 4 4 على 6، يقفلوا المره دي من القلب، عاوز يلفها هناك في الجبهه اليمين كريم فؤاد، انما في رايه تسلل المساعد الثاني محمد موسى، ضربة حرة غير مباشرة، تسلل على محمد هاني، معاه صفارة نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي ب6 جوان أمام نادي الغابة في تجربة ودية. الاستوديو التحليلي كابتن أيمن شوقي، ونجوم التحليل الفني كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن أحمد بلال، إلى اللقاء مع بداية الشوط الثاني. تحياتي، محمد عفيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية عشاء ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان،
شكرا للكابتن ايمن شوقي نجم مصر والنادي الاهلي، ونجوم التحليل الفني كابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال. و45 دقيقه جديده شوط ثاني من التجربه الوديه، الاهلي والغابه بعد شوط اول بسداسيه تقدم بيها تشكيله موسيمان النهارده المطعمه باللعيبه البدلاء وبعض الشباب، قدر ان هو يسجل حسام حسن واحمد عبد القادر ومحمد محمود ومحمد هاني وكريم فؤاد وزياد طارق، ادي الست جوان اللي سجلوهم. هنقول تفاصيل الشوط انما لما ندخل في اجواء الشوط الثاني كده، وهنشوف هل في عناصر جديده من على دكه البدلاء. كنت شايف انا محمد فخري قبل ما صبر ابراهيم الحكم يطلق صفاره بدايه الشوط الثاني، انما خلينا في بدايه احداث الشوط وبعدين نعيد على التشكيله هنا وهنا. ادي من وسط الملعب تمريره بينيه في الجبهه اليمين، في رايه تسلل في اللعبه اللي فاتت، ادي البدايه الهجوميه للنادي الاهلي. كابتن مصطفى مارين المدير الفني لفريق الغابه كان ليه تجارب على مستوى التدريب على مستوى بقى قطاع الناشئين في نادي المقاولين ونادي الاتصالات قبل ما يتولى مهمه الغابه بدايه الموسم الحالي، لعب 15 لقاء ودي في فتره الاعداد، خلاص هينطلق دوري القسم الثالث المجموعه السادسه اللي بيلعب فيها مع فرقته. كان اخرهم تجربه وديه امام نادي الشهداء اللي بيقوده الكابتن معتز اينو، على فكره واحد من نجوم النادي الاهلي. محمد هاني هيلعب رميه التماس، جاي له كوكا يرجع لورا عند مصطفى شوبير، ادي هنبدا نكتب اللعيبه اللي نزلت مع بدايه الشوط. مصطفى شوبير مكان علي لطفي، محمد مغربي لسه موجود هو اللي معاه الكوره، طبعا هنجيب اللعيبه من جوه الملعب. فخري يفتح ويلعب لمحمد هاني، نقلتين كويسين. شايف برضه احمد سيد غريب مهاجم النادي الاهلي رقم 32 موجود، يبقى اكيد خرج احمد عبد القادر لان بيلعب في نفس المكان ونفس التحركات، ولا عبد القادر الناحيه الثانيه برضه. لسه هناخد اربع خمس دقائق كده، طبعا اللقاءات الوديه دي والعدد الكبير بيعمل لك مشكله، انما هنظبطهم كلهم دلوقتي. انما عموما موجود مصطفى شوبير في الشوط الثاني، موجود محمد فخري، موجود احمد سيد غريب لاعب رقم 32 كان والده على فكرة اهو ظهر قدامنا، معانا محمد دكروري مخرج المباراة من الملعب ومخرجنا الكبير بقى برجاوي في الاستوديو التحليلي. تلعب الكرة تانية بعرض الملعب رامي ربيعة، كان والده سيد غريب لاعب النادي الاهلي في فترة التسعينيات على فكرة، واحد برضه من مدربي قطاعات الناشئين في النادي الاهلي لفترة كبيرة. تلعب الكرة امامية في منطقة الخطورة من الجبهة الشمال، تسديدة ولكن تغطية دفاعية الى ضربة ركنية، سيطرة كاملة للنادي الاهلي. ادي موسيماني وجنبه على طول موسى ماتالابا محلل الاداء، وكان جنبهم رانجوجا الراجل ممكن نزل يجيب حاجه وراجع تاني مخطط الاحمال، الثلاثه موجودين في مدرجات التيتش بيتابعوا اللقاء النهارده. والتجربه اللي قلت عشان الراجل يدي فرصه للعيبه اللي ما كانتش بتشارك في اللقاءات الرسميه اخر لقاءين بطوله السوبر ولقاء الكاس، محمد هاني يلعب الضربه الركنيه هناك عند حسام حسن لسه موجود في الملعب، هو اللي افتتح السداسيه بتاعت النهارده، ضاغط عليه قلب الدفاع نبيل اسماعيل، يرجع بيها لورا عند محمد فخري الى كريم فؤاد، هو النهارده الديفندر الرئيسي كريم فؤاد على فكره اللي بيلعب جوه الدايره، انما في رايه تسلل على محمد فخري، ادي بيكلمه حسام حسن وضربه حره غير مباشره 3 دقائق من بدايه الشوط الثاني، تسلل ادي قدامنا واحد على لعيبه النادي الاهلي، نزل الناحية التانية شايف أنا حليم حارس المرمى مكان عمرو ياسر، 6 جوان استقبلهم عمرو ياسر ولعب مكانه حليم، قلت مباراة صعبة بكل المقاييس، أمال لو العناصر الأساسية بتلعب النهاردة في لعيبة النادي الأهلي كانت هتبقى مشكلة كبيرة لمصطفى مارين، إنما برضو الراجل جاي وعارف إن موسيماني هيجرب مجموعة من البدلاء ومجموعة من الشباب وبيلعب في حدود إمكانياته، وقلت جرأة يحسد عليها مارين ولعيبته ان هم يواجهوا النادي الاهلي في تجربه وديه. تلعب الكره هناك في الطرف الشمال، نقل نفسه كويس قوي كريم فؤاد، يلعب عرضيه خطيره ممكن انما تعدي من قدام حسام حسن واحمد سيد غريب في محاوله هجوميه للنادي الاهلي بعد اقل من 5 دقائق. نفس السيناريو الشوط الاول، البدايه والسيطره الاهلاويه، خبطت الكره وهي طالعه، نشوف مد ضربه ركنيه صبر ابراهيم الحكم مشاور فعلا ركنيه الناحيه الثانيه، اهوت محمد هاني جاي عشان يلعب. نادي الاهلي تاهل لدور الثمانيه، هيقابل فريق بيراميدز
في مواجهة قوية نهائي مبكر في بطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة إنبي اللي جاية بعد فقدان لقب السوبر اللي كان بيمثل ضغوط على لعيبة النادي الأهلي. لقاء إنبي، أدي محمد هاني عرضية خطيرة ممكن ضربة الرأس إنما بجنب دماغه تطلع، كان جاي من ورا مغربي جاي من آخر الدنيا عامل مشوار محمد مغربي ولكن بجوار القايم ادي محمد مغربي، انما ولد الستايل بتاعه كويس قوي. وقلت النهارده عشان نتكلم بكل امانه، ما تقدرش تقول في اختبارات لمدافعين النادي الاهلي الرباعي اللي ورا سواء بقى محمد هاني او ربيعه او مغربي او محمود وحيد، كل اللعيبه اللي في المناطق الدفاعيه مستوى المباراه بيقول لك كده، انما ممكن اللعيبه اللي في وسط الملعب والجمل اللي بتتعمل على مستوى اللعب الهجومي هي اللي هيبقى فيها شغل كتير بقدرات المنافس اللي قدامك. مصطفى شوبير كان عمل مباراة كبيرة، شوبير في لقاء المقاولين الودي على فكرة قبل لقاء السوبر، لقاء ما كانش مزاع لسوء حظه، صد ضرب الجزاء بتفرق مع اللعيب حتى لو لقاء ودي، كان مصطفى شوبير موجود ولعب وصد ضرب الجزاء النادي الأهلي كان فاز 1-0 بهدف لنجمه حسين الشحات. ولقاء الاهلي مع اي فرقه هو لقاء للنادي الاهلي، الاهلي لو بيلعب مين جماهيره بتلتف حواليه ودي رسمي، وتقديرا لجماهير الاهلي والقناه الاهلي انا موجود في اللقاء النهارده، ما اقدرش ارفض طلب للاهلي وقناته وشاشته، شرف ليا التواجد زي ما كنت موجود في 2008 و9 و11 و12، شرف لاي حد ان هو يتواجد مع منظومه النادي الاهلي بكل امانه. مصطفى شوبير يرجع تاني على رامي ربيعه دقيقة 52، ربيعة مع كوكا لربيعة، محمد مغربي تحضير من الخلف للأمام وانسحاب إجباري للعشر لعيبة في وسط ملعبهم تشكيلة نادي الغابة. الغابة النهاردة الأهلي اقتحمها بكل مساحاتها، ولا تقول لي بقى النور ولا أسود ولا أي حاجة، تتلعب تاني من جديد، انما ان شاء الله يكون ليهم مستقبل جيد الموسم القادم. مصطفى مارين ولعيبته في مجموعته المجموعه السادسه، المجموعه الصعبه اللي قلت فيها اربع اسماء من فرق الدوري الممتاز كانوا موجودين انما هبطوا للقسم الثاني وبعدين القسم الثالث. منقوله كره من جديد اسلام حسن، كان واحد على فكره من ناشئين النادي الاهلي اسلام رقم 10 اللي معاه الكوره، ده بيغير اتجاه اللعب هناك جامد قوي، انما يا دوبك يلحقها ويدخلها جوه الملعب بشكل كويس. محمد عزت زيزو انطلاقه من الجبهه اليمين مرتين ثلاثه تقريبا اللي وصلوا ل 18 علي لطفي في الشوط الاول، كانت هجمات عاديه بدون اي شراسه على مرمى الاهلاويه، بتكلم على الخط الامامي للعيبه وفرقه الغابه. محمد هاني يلحق الكره قبل ما تطلع خارج الخطوط، قرب منه نبيل كوكا، رامي ربيعه، محمد فخري، يبقى الشوط الثاني موجود فخري وموجود مصطفى شوبير وموجود احمد سيد غريب، ثلاث اربع تمريرات. محمد محمود يستلم، اللي سجل الهدف الثالث النهارده محمد محمود في الدقيقه 22، وكان واحد من اللعيبه اللي صممت من وسط الملعب بعض الاهداف السته، كان هو البدايه الهجوميه الجيده المؤثره بتحركاته مع احمد عبد القادر في الخط الامامي وحسام حسن. بتلعب الكرة تاني عند محمد هاني، أحمد غريب يلعبها أحمد سيد غريب حلوة لعبد القادر، خطير خطير يا ولد يا لعيب، يا مش ممكن يلعبها أحمد عبد القادر ويضيعها بغرابة أحمد سيد غريب، ده مديك واحدة إيه خلصانة بشياكة. بص اللعبة، أدي عبد القادر ثبت الكل ولعبها يا ولد يا لعيب بحرفنة، إنما يحطها ببطن رجله، يعني فتح بطن رجله قوي، فتحوا البره كده البرواز مهاجم النادي الاهلي احمد سيد غريب، وفرصه ضايعه للاعيبه النادي الاهلي بعد 55 دقيقه. ادي هيعملوا تبديل، شايف انا رقم 4 توفيق غباشي وخارج اسلام حسن، توفيق غباشي من على دكه بدلاء الغابه مكانه اسلام حسن اللاعب رقم 10. ادي نقلتين تاني توصل في الطرف الشمال محمد عبد العال، عبد العال الى عبد الرحمن كانتي، كانتي هناك في الجبهه اللي فيها محمد عزت زيزو، يرجعوا على عربي يوسف، ست تمريرات في وسط ملعبهم
ضغط اهلاوي، انما كره غريبه اللي ضيعها احمد سيد غريب. قلت برضو فرصه اللعيبه النهارده الصغيرين هياخدوا بعض الوقت وتجربه خفيفه يقدروا ياخدوا الثقه فيها بره الملعب الى ضربه مرمى. ادي اللعبه بتاعه احمد عبد القادر، وادي احمد سيد غريب. بطن رجله كان لازم يبقى مقفول شويه عن الكابتن ايمن شوقي، كان مهاجم من المهاجمين الايه حاجه تفرح فتره الثمانينات، وقبله بقى فتره السبعينات والثمانينات كابتن شريف عبد المنعم. احمد بلال واحد من اخطر مهاجمي النادي الاهلي والكره المصريه، والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن اسامه عرابي لاعب الوسط الجامدين. تشكيل النهارده بتاع الاستوديو التحليلي اللي كان عاوز لقاء قد كده اربع خمس مرات عشان يتكلم فيه بشكل فني، انما طبعا اللقاءات اللي بتبقى مفتوحه اللي ما فيهاش برضه ند قوي بنتكلم على الشكل اللي قدامنا، بتعمل مشكله للمحللين والمعلقين كمان. ادي رجع اهوت مخطط الاحمال كابيلو رانجوجا، لاعب جنب موسى ماتالابا ومعاهم موسيماني. 57 سنه موسيماني على فكره، كان خاض تجربه اللعب على مستوى اللعب وهو لاعب في الدوري القطري مع نادي السد. اتكلمنا عن موسيماني كتير على بطولاته سواء مع صن داونز، انما بنتكلم عليه كلاعب بقى. ضربه حره، قلنا الدوري هينطلق بشكل مبدئي كده 25 اكتوبر القادم. شكل البطوله والتصور ما زال تحت الدراسه مع الرابطه المحترفه للاعبين اللي هتظهر لاول مره الموسم الحالي بقى. ادي برضو خرج احمد جمال وهنشوف مين لعب مكانه. نزل احمد كلاشه، احمد كلاشه رقم 72 مكان احمد جمال، وكان خرج اسلام حسن ولعب مكانه غباشي. لعب الكره هناك في الطرف الشمال، هجمه اهلاويه، الترقيصه حلوه، ممكن عرضيه انما في ايد الحارس حاليا. هجمه للنادي الاهلي، انطلق محمد فخري من منطقه وسط الملعب، يبقى عمل تبديلين مصطفى مارين مع اول ربع ساعه من بدايه الشوط الثاني. ادي فخري كده هوش ان هو يلعب عرضيه وبعدين حطها في المرمى مره واحده، انما واقف كويس قافل الزاويه حليم الحارس البديل اللي لعب مكان عمرو ياسر مع بدايه انطلاق الشوط الثاني. لعبه مشتركه ياخدها احمد كلاشه اللي لسه نازل، لعيب كره خماسيه على فكره احمد كلاشه، بيلعب في منتخب مصر الخماسي، اللاعب رقم 72 اللي نزل قدامنا دلوقتي. ادي زيزو اللي غاب مع بدايه الشوط الثاني، الجبهه اليمين اللي كان ليها بعض النشاط في الشوط الاول، هيلعب عرضيه محمد عزت زيزو تخبط في محمد مغربي وياخدها احمد سيد غريب اللي رجع يقدم خدماته الدفاعيه مع زمايله. تطلع بره اشتراك من نبيل اسماعيل قلب الدفاع اللي جاي على وسط الملعب ويطلع الى رمي التماس، رمي التماس للنادي الاهلي محمد مغربي. محمد هاني منتخب مصر بيضم ست لعيبه من النادي الاهلي مع المجموعه اللي اختارها كيروش. ادي واحده تاني، غريب غريب غريب، مش ممكن، ايه حظك يا ابني ده، ايه حظك ده يا غريب. لعبتين في 13 دقيقه احمد سيد غريب كان ممكن يسجل ثنائيه جديده، انما ادي اللعبه برده اقتحم وما كانش فيه تسلل، شالها حلو من فوق حليم، انما كانت جامده لو حنينه كده وراح داس عليها بقى لمسها تاني، انما الكره تطلع بجوار القايم في اهم فقرتين على المستوى الهجومي للعيبه النادي الاهلي عن طريق احمد سيد غريب. لعب الكره تاني، هجمه لي رمزي تيكو اللي واقع على الارض، ادى ايه الحكم، ادى ضربه حره صبر ابراهيم، فاول لصالح رمزي تيكو اللاعب رقم 22، انما قدامنا احمد سيد غريب اللي بيتحرك الولد كويس، انما عنده سوء حظ في اللعبتين، سواء العرضيه اللي عملها احمد عبد القادر مع اول 3 4 دقائق او الكره اللي ضرب بيها المناطق الدفاعيه وراح وعمل انفراد بيه حليم حارس المرمى. يبقى النادي الاهلي مازال متقدم بسداسيه الشوط الاول. ادي بيأيد انذار صبر ابراهيم بعد الفاول والاشتراك مع رمزي تيكو. عندنا النهارده فقره تحكيميه، حكمنا الدولي السابق الكابتن ناصر عباس هيكون موجود مع الاستوديو التحليلي
بعد احداث المباراه، اخطاء 9 اخطاء الاهلي، 2 الغابه، فاول من مكان حلو قوي، يعني ما شفناش فاول النهارده في المكان ده سواء للعيبه الغابه او لعيبه النادي الاهلي، ما جاش ضربات حره في المناطق المهمه خارج الصندوق. واقف على الكوره خالد علي بندق رقم 19، انما اللي واخد وضع الاستعداد كده اللاعب البديل توفيق غباشي هو اللي هيسدد. وضربه حره لفريق الغابه اللي عاوزين يجيبوا جون حتى لو جون شرفي. ادي غباشي تسديده جامده، انما تخبط في احمد نبيل كوكا، تترد تاني، مغطي ورا عبد الرحمن كانتي، مقفل مكان عربي يوسف ونبيل اسماعيل، ياخدها محمود سعيد تيتي يفتح الملعب هناك في الجبهه اليمين بشكل حلو. بادين الشوط الثاني بشكل مش بطال لعيبه الغابه، منقوله تاني عند غباشي، انما يشترك معاه كويس قوي، برافو يا ولد يا لعيب، احمد نبيل كوكا، تاني تسديده انما بعيده عن مرمى مصطفى شوبير. ادي بدايه اللعبه والفاول اللي خده، كان فيه انذار طبعا حسبه صبر ابراهيم مع الفاول الاشتراك بتاع محمد مغربي، يبقى الانذار كان لمحمد مغربي اللي سجله صبر ابراهيم في الهجمه الخطيره اللي خد منها فاول رمزي تيكو قلب الهجوم. رامي ربيعه من الخلف للامام، استلم حلو قوي احمد سيد غريب، انما يقطعوها وتروح لخالد علي في الطرف الشمال، تهرب من تحت رجل غباشي، ياخدها تاني ويسيطر عليها، يمرر بشكل جيد هناك في الجبهه اليمين اللي فيها احمد كلاشه اللي لسه نازل مكان احمد جمال. 3 4 تمريرات، انسحاب للعيبه النادي الاهلي في وسط ملعبهم في ال3 4 دقايق اللي فاتوا. غباشي عاوز يلعبها هناك في الجبهه اليمين انما مقطوعه، يرجعوا يسيطروا عليها مره تاني وترجع لورا عند نبيل اسماعيل الى توفيق غباشي. تمريره بينيه حلوه رامي ربيعه، دخل لجوه محمد هاني، برافو يا ولد، التغطيه ودخل في القلب وياخد معاها ضربه حره. فاول لصالح محمد هاني، انما قلت ال4 5 دقايق اللي فاتوا خرجوا من منطقه الخوف لعيبه الغابه والانسحاب الاجباري اللي كان موجود طوال احداث الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، اول 5 6 دقايق برضو كانوا موجودين في التلت الاخير في ملعبهم لغايه ما فاقوا شويه، رغم ان ما فيش برضو هجمات مؤثره باستثناء اللعبه اللي خد منها تيكو الضربه الحره، انما وصلوا وبداوا يعملوا تمريرات بعد الدايره كده المكان اللي فيه محمد محمود وكريم فؤاد. رامي ربيعه، سيد غريب، احمد سيد غريب عند محمد محمود اللي جه هنا، محمد محمود في جبهه محمد هاني، احمد نبيل كوكا بيبص هناك في الناحيه اللي فاتح له فيها محمد مغربي، يتحرر وزايد وطالع لقدام محمد مغربي. 10 لعيبه في وسط ملعبهم دلوقتي بالقميص الرمادي بيقفلوا دفاعيا. ادي الجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ، دكتور احمد ابو عبلة اول واحد موجود قدامنا، وباقي الجهاز الفني من المدرجات بيتابع، موسيماني ومخطط الاحمال ومحلل الاداء. واحد يقول لك محلل الاداء، محلل الاداء بيسجل اللقاء بكاميرا خاصه بيه وهو قاعد فوق كده، ادي الراجل اهو والكاميرا اهو، سمعنا اكيد زميلنا محمد دكروري، وبيسجل اللقاء ويبدا بقى من فوق والدنيا باينه كلها، الملعب، تحركات اللعيبه، الفراغات اللي في الملعب، كل ده بيتعمل في تقرير للمدير الفني ويبدا يشتغل على الاخطاء في المباريات سواء بقى الرسميه او التجريبيه زي لقاء النهارده كده. وقلت الاهلي اختار فريق من القسم الثالث عشان يجرب لعيبته اللي كانت خارج التشكيله الاساسيه في اخر مواجهتين، سواء لقاء السوبر امام طلائع الجيش او لقاء انبي اللي فازوا بيه 1-0 في بطوله كاس مصر، تاهلهم للدور الربع نهائي امام فريق بيراميدز، مستني على فكره في الدور النصف نهائي فريق بتروجيت عشان يقابل اللي هيفوز من الاهلي وبيراميدز، ووصل للدور قبل النهائي بالفعل الزمالك واسوان. ده كده مشوار كاس مصر، وهنشوف البطوله هتكتمل بالتواريخ الجديده بقى اللي هيحددها سواء اتحاد الكوره او الرابطه، هتبدا شغلها الوقت اللي جاي، وعندها لجنه طبعا للمسابقات ولجنه للتحكيم. احمد عبد القادر، استلم عبد القادر، استنى محمد هاني ويلعبها له، يا ولد يا لعيب، ترقيصه ايه؟ ترقيصه ايه من محمد هاني؟ خد الراجل واحده كده على الجليد وراح جايبه من رجله من تحت بعد ما اتزحلق في اللعبه اللي فاتت قلب الدفاع عربي يوسف،
ادي محمد هاني ماسك انكر رجله، وده انذار صبر ابراهيم ليه عربي يوسف اللي بيلعب في المنطقه الدفاعيه. النهارده عربي يوسف مع نبيل اسماعيل الاثنين اللي لعبوا في القلب، ولعب بطرفين محمد عبد العال ومحمد عزت زيزو. دي التشكيله الدفاعيه لفرقه الغابه في لقاء اليوم. عموما 65 دقيقه، 6 جوان للنادي الاهلي كلهم في الشوط الاول من الدقيقه 7 للدقيقه 37 عن طريق هنقول اسماء اللي سجلوا بعد الفاول بتاع محمد هاني. عرضيه خطيره انما ياخدها من تحت لفوق برضه محمد مغربي، وكان في صفاره قبلها ادى دفعه وفاول الحكم لصالح دفاعيه نادي الغابه. جاله شد كده محمد مغربي بروح طيبه، عربي يوسف بيفك له الشد. ادي الانذار اللي خده عربي، ان شاء الله يقوم سليم محمد مغربي واحد من لعيبه النادي الاهلي الشباب. النادي الاهلي برضو اعار بعض اللعيبه اللي ياخدوا خبرات مع انديه الدوري الممتاز الموسم القادم. فهدي جمعه لاعب المناطق الهجوميه هيكون مع نادي سموحه ضمن صفقه حسام حسن. كده انتقل احمد رمضان بيكهام وفهدي جمعه، بنتكلم لغايه ما يقوم محمد مغربي. دي الاعارات اللي عملها الجهاز الفني للنادي الاهلي، ومعاهم برضو سعد سمير صاحب الخبرات الكبيره اللي راح لنادي فيوتشر مع كريم نيدفيد. مروان محسن استغناء نهائي، ادي كريم فؤاد هيخرج ويبدا ينزل اللعيبه بقى اللي اتكلمت عليها مع بدايه المباراه. ادي تبديل احمد اشرف، اخوه موجود على فكره في تشكيله الغابه زياد اشرف، احمد اشرف لاعب النادي الاهلي موجود مع الكابتن مصطفى مارين. زياد اشرف ممكن يلعب الوقت اللي جاي، واحنا بنتكلم على اللعيبه المعاره وبنتكلم على اللعيبه الشباب اللي نازلين دلوقتي يبداوا ياخدوا الوقت المتبقي اقل من 25 دقيقه. برضه نازل قدامنا حمدي ياسر، يبقى حمدي ياسر في الملعب، ونزل قبله احمد سيد غريب مع بدايه الشوط، واحمد اشرف هنشوف رقم 39. خرج محمد مغربي، ادي الاحصائيات قدامنا فريق الاعداد في قناه الاهلي، سواء الاخطاء او التسلل او الركنيات. 5 ركنيات للنادي الاهلي مقابل ركنيه واحده لفرقه الغابه. ضربه حره ياخد منها احمد سيد غريب اللي ضيع لعبتين، كان ممكن يسجل على الاقل واحده منهم من بدايه الشوط الثاني. اول لمسه احمد اشرف يلعبها في المنطقه الدفاعيه لحمدي ياسر اللعيب الطويل اللي نزل مكان محمد مغربي اللي خرج بقى مصاب، يبقى حمدي ياسر هيلعب جنب رامي ربيعه الوقت اللي جاي، وهنشوف احمد اشرف في منطقه وسط الملعب. خرج طبعا زياد طارق مع بدايه الشوط. تلعب الكره مره ثانيه في منتهى الخطوره، تسديده جامده انما شوبير واقف كويس، مصطفى شوبير، ويمسكها على مرتين، عاوز يبدا هجمه بسرعه قبل ما اللعيبه ترجع تتمركز في وسط ملعبها. جامده حسام حسن حب يعمل عليها كنترول تهرب منه، ياخدها تاني ويلعب لقدام خالد علي جوه ال 18 لسه بيكافح. خطيره انما برافو يا ولد يا شوبير، خالد علي يخلق الفرصه لنفسه ويقفل الزاويه. مصطفى شوبير بيعتذر، اهو كان اول مره بعد ما فرقته اتضغطت انما يحل المشكله على طول مصطفى شوبير بعد ما قفل كويس قوي. قادر رامي ربيعه خلصها منه بدون ما يعمل اي اشتباك او فاول، وقافل زاويته مصطفى شوبير، ويطلع اختبار حقيقي النهارده لمصطفى شوبير اللي قلت لحضراتكم في اللقاء الودي امام المقاولين برضه عمل لقاء جيد جدا، ولكن كان اللقاء غير مذاع بناء على طلب الجهاز الفني في الوقت ده. احمد سيد غريب بيقول لزمايله يتحركوا، يلعبها بينيه انما سهله عند حليم حارس المرمى. ادي اللعبه مره تاني، رامي ربيعه اللي تباطأ فيها شويه وقدر ياخدها منه خالد علي ويحطها في الزاويه الضيقه، قافل كويس مصطفى شوبير، واختبار حقيقي. علي لطفي كان موجود في الشوط الاول يمكن ما جاش اختبارات عليه كتير باستثناء لعبه خرج بدماغه على حدود ال 18 غطى ورا المدافعين، وقلت النهارده ان مفيش تحميل قوي على المناطق الدفاعيه في عمليه الضغط لتشكيله موسيماني لوجود الفارق الفني اللي احنا شايفينه. انما بكل امانه الشوط الثاني فريق الغابه افضل بكتير، وصلنا اهو للدقيقه 70 يعني تقريبا 25 دقيقه، هنعتبر اللقاء حتتين، حته دخل فيهم 6 جوان خارج محمد محمود، وهنشوف مين اللي هيجي من على الدكه الوقت اللي جاي. خلاص بدا يسحب الاوراق واللعيبه المعروفين، صالح نصر هو اللي نازل
يبقى صالح نصر مكان محمد محمود، وكان لعب حمدي ياسر مكان محمد مغربي، وكان خرج احمد عبد القادر ولعب، ولا لسه في الملعب احمد عبد القادر؟ لسه موجود. كل ما نقول احمد عبد القادر الراجل هو يظهر الكادر على طول تاني. النهارده بقى تحس ان هو لقاء كده زي اللقاءات، يعني لقاءات الاعتزال، في لقاءات وديه قويه تحب تتفرج عليها. الشوط الثاني قلت الغابه تطور اداؤه، قدر الكابتن مصطفى مارين ان هو بقى يطلع، قال للناس خلاص بتوع احنا دخل فينا 6 جوان العبوا براحتكم، وقدروا يحافظوا في ال 25 دقيقه اللي لعبناها من الشوط الثاني على النتيجه زي ما هي. واحد يقول لك 6-0 حافظوا على ايه؟ لو النتيجه زادت كان هيبقى شكلها اسوأ من كده. برضو الناحيه الثانيه تبديلات في تشكيله النادي الاهلي. في الملعب دلوقتي حمدي ياسر واحمد اشرف، محمد فخري، صالح نصر، واحمد سيد غريب، مصطفى شوبير. ادي 6 اسماء نزلوا مع بدايه الشوط الثاني. لعيب واقع على الارض من فرقه الغابه وملمومين عليه مع الحكم بيطمن كده الكابتن صبر ابراهيم. قلت لحضراتكم ان اول مواجهات النادي الاهلي هتكون منتصف اكتوبر خارج البلاد امام بطل النيجر ان شاء الله في الدور التمهيدي الثاني، فريق جاندرمايه ناسيونال بطل النيجر اللي قدر يتخطى الدور التمهيدي الاول. على فكره الاهلي بيلعب بالدور التمهيدي الثاني على طول، قدروا هم يتخطوا فريق لو ماسيجير بطل بروندي، فازوا عليه 1-0 في ملعبهم وتعادلوا 1-1 بره ملعبهم. دي الفرقه اللي هتقابل النادي الاهلي. ريح اللعيبه الدوليه موسيماني من بعد لقاء على طول انبي، على فكره داوم راحه لغايه ما ينضموا لمعسكر المنتخب الوطني الاول اللي عنده اول لقاء ودي بقى لقاء تجريبي مع منتخب ليبيريا الساعه 9 يوم الخميس القادم ان شاء الله. اول ظهور للجهاز الفني على مسرح احداث الكره المصريه كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي ورفاقه بقى الكابتن وائل جمعه، كابتن ضياء السيد، كابتن عصام الحضري، كابتن محمد شوقي. ادي تمريره بينيه لما يطلع الدفاع مره ثانيه، اشتباك قدام ال 18، محمد فخري عاوز يحطها قدامه عشان يسدد انما يقفله بشكل كويس. 2-4-6 قدام منطقه جزاء حليم حارس المرمى محمد هاني. عرضيه خطيره يا ولد يا لعيب، خطفها حلو قوي حسام حسن. احد مميزات حسام حسن على فكره اللعب كده ان هو يخطف على الايم القريب ويلعب بدماغه، مديله لغايه دلوقتي الدقيقه هي ال 73 محتفظ بيه موسيماني اكبر وقت. ادي الكوره، سجل اجوان بالشكل ده كتير مع نادي سموحه اللي قلت لحضراتكم 46 هدف في مسيرته في الدوري الممتاز حسام حسن، وقلت ليه 3 محطات قبل ما ينتقل للنادي الاهلي في الدوري المحلي، طلائع الجيش والداخليه، وطبعا ليه تجربه احترافيه كانت اخر محطه ليه الاعاره من سموحه لنادي اهلي طرابلس، خطفها حلو قوي، يمكن واحده من احلى الجمل اللي اتعملت النهارده لان فيها صعوبه. حسام حسن المدافع قريب منه، قطع الايم القريب خطفها بدماغه. استلام مره ثانيه من رمزي تيكو عن احمد كلاشه، خدها النادي الاهلي عند حسام حسن، انطلاقه يا ولد يا لعيب، يعدي بيها ويهرب، عاوز يعمل عرضيه انما تقلش من على وش رجله، كان رايح هناك احمد عبد القادر. هيتحرك تاني لعيبه من اللي موجودين بره، فاضل بره جلال احمد. ادي عمار حمدي عنده اصابه خفيفه على فكره كده، زميلنا محلل الاداء دكتور احمد ثابت بلغني بيها بين الشوطين، قال ان عمار عنده 2 يومين راحه، عنده اصابه خفيفه، وطبعا كان غايب برضه عن تشكيله الاهلي في لقاء انبي الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي ان شاء الله يرجعوا بعد ما تكتمل لياقتهم الفنيه بعد الاصابه برضه في لقاء السوبر. ادي محمد مغربي اللي اتخبط ولعب مكانه حمدي ياسر، لعيب قلت لحضراتكم تكوينه البدني البنيان بتاعه الشكل كده الستايل حلو، عايز بقى لقاءات صعبه عشان نحكم عليه محمد مغربي. تمريره بينيه تاني للنادي الاهلي، احمد سيد غريب، استلام من سيد غريب يلعب عرضيه انما التغطيه الدفاعيه موجوده، يطلع بشكل كويس في اللعبه اللي فاتت نبيل اسماعيل، وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. داخلين على اخر ربع ساعه، ما زالت النتيجه السداسيه كلها في الشوط الاول،
محمد هاني هيلعب الضربة الركنية. وقف اللعب مرة تانية صابر إبراهيم. ممكن يكون فيه اشتباكات جوه ال 18، مش مستاهلة أي حاجة. الغابة فاضية والدنيا زي الفل، والأهلي جايب 6 جوان. حلوة جامدة خطيرة يا ولد يا ولد، بدماغه في منتهى الجمال والروعة. إنما حسام حسن للمرة التانية يخطف بدماغه، وتيجي المرة دي بقى في عرضة حليم حارس المرمى. قبلها بثلاث دقايق بقول أحد مميزات حسام حسن اللعب بيه الرأس، وفعلا الراجل اهو بيخطف واحدة من الضربة الركنية بعد اللعبة اللي كانت قبلها برضو قطع على القائم القريب في أهم هجمتين للنادي الأهلي في الخمس دقايق الأخيرة. إنما يبقى إن إحنا نقول إن الشوط الثاني على مستوى اللعب الجماعي أقل من الشوط أو ال 45 دقيقة الأولى. بتكلم على تشكيلة موسيمان النهاردة، فريق الغابة قدر يتماسك بعد الست جوان. أدي اللعبة تاني، وجاي هرب كده من الرقابة حسام حسن وخرج من الزحمة ويحطها في عرضة حليم حارس الغابة، حارس نادي الغابة طبعا، إنما حارس الغابة الأساسي الأسد. بتلعب الكرة هناك من الجبهة الشمال، طلع الدفاع مرة تانية ويشتت من قدام المنطقة. رمي التماس تكلمنا على صفقات القلعة الحمراء الموسم الحالي، تكلمنا على اللعيبة اللي مشيت. تملي كده في بداية كل موسم لازم نوجع دماغكم شوية، اللعيبة الجداد واللعيبة اللي مشيت، لغاية ما الجمهور يبدأ يستوعب العناصر الجديدة والتشكيلة اللي هيبدأ بيها بقى موسيماني، أو العناصر اللي هيبدأ يدخلها واحدة واحدة كده مع تشكيلته بتاعة الموسم اللي فات. ضربة ركنية من جديد لصالح النادي الأهلي. موجود في الملعب زياد أشرف دلوقتي على فكرة، لاعب الغابة، لاعب رقم 6 اللي طلع الكرة اللي فاتت دي، وشقيق أحمد أشرف في تشكيلة النادي الأهلي اللي قلت أكيد هيدفع بيه كابتن مصطفى مارين الناحية التانية. وفعلا نزل من أربع خمس دقايق طلع كورتين زياد أشرف بشكل كويس. أدي تسديدة جامدة، إنما بيجرب فخري للمرة التالتة. محمد فخري كان أول تبديل مع بداية الشوط الثاني مكان زياد طارق. اصطاد الكرة قدام ال 18، خدها بوش رجله، انما عليت منه خارج المرمى. أمامية من جديد، كعب رجله حلوة، أحمد كلاشة يلعبها لرمزي تيكو اللي هرب ونزل لتحت، طالع له تاني أحمد كلاشة يلعب عرضية، انما يوقفها كويس حمدي ياسر. برافو يا ولد يا لعيب. في الجبهة اليمين نزل أحمد سيد غريب ويلعبها لحسام حسن، كرة رايحة وجاية هنا وهنا بدون أي خطورة على المرمى من لعيبة الغابة. الأهلي هدد ثلاث أربع مرات بالعرضيات اللي عملوها من الركنية بتاعت محمد هاني أو الكرة المتحركة اللي قطع لها حسام حسن. دي أهم المشاهد الهجومية في الوقت اللي فات. أدي عرضية تاني في منتهى الخطورة الناحية التانية، تتلعب الكرة العرضية، إنما يطلع الدفاع بشكل كويس ياخدها وماشي بيها صالح نصر اللي لعب مكان محمد محمود. أحمد عبد القادر، ثلاثة من أول اللقاء ما تغيروش، رامي ربيعة، محمد هاني، وحسام وعبد القادر. أدي أربع أسماء، بنراجع كده اللعيبة اللي بدأت النهاردة ولغاية دلوقتي موجودة في التشكيلة للدقيقة 79. تلعب حلوة البينية، هياخدها عبد القادر، أحمد عبد القادر، عرضية هناك على الأيمن البعيد، عاوز ياخدها وهي جاية كده بشكل صالح نصر، إنما المدافع في الثواني الأخيرة يطلعها. عامل لنفسه ستايل كده شكل اللعيبة بتاعت الشمال الأفريقي صالح نصر، لعيبة الجزائر والمغرب وتونس نفس الستايل والشكل ده، عايزين شكل في الكورة بقى. في وسط الملعب محمد فخري بيأدي في الحتة اللي كان بيلعب في المساحة دي كريم فؤاد خلال الشوط الأول والوقت اللي لعبه من الشوط الثاني. محمد هاني، محمد هاني، محمد هاني، خطيرة خطيرة، إنما يطلع الدفاع. برافو يا ولد يا لعيب. من على القائم القريب عربي يوسف ويلحقها اللعيب، انما يسندها لاحمد عبد القادر، سندها لجوه كده عبد الرحمن كانتي ويسهل المهمه على عبد القادر، لو سابها تخرج بره افضل. تاني
تسديده من احمد اشرف انما بره الملعب. ضربه مرمى، ايه ده احمد اشرف قدامنا، لاعب وسط النادي الاهلي. المنتخب الاول عنده لقاءين بتوع ليبيا، اتكلمنا على لقاء ليبيريا التجريبي هيبقى استعدادات لتصفيات كاس العالم، اللقاءات المهمه. يلعب تاني احمد سيد غريب، مقطوعه من الدفاع وتروح اماميه، انطلاقه من بره الجهاز الفني بينادي على خالد علي بندق ان هو يمرر لزمايله، تاخر كتير، خد النادي الاهلي تاني. وادي نصر يسدد انما يمسكها الحارس حليم، مسك كورتين كويسين حليم. مازال موسيماني اللي خلاص كده في اعتقادي الراجل لو عنده اهداف من المواجهه تحس كده زي اللي بيخلص امتحان بدري وعايز يخرج من اللجنه. تجربه للنادي الاهلي وديه، بعض العناصر من اللعيبه نشوف كده جوه ال 18، خطيره خطيره، حليم يطلعها تاني، نصر مش ممكن، صالح نصر يعمل الفولو والمتابعه في هجمه للنادي الاهلي انما فوق المرمى تماما الى ضربه مرمى، هجمه خطيره. الشوط الثاني هجمات النادي الاهلي ما اترجمتش بشكل كويس، ادي الكره اللي كان بداها وعمل الخطوره احمد اشرف ومتابع كويس قوي صالح نصر انما يشيلها الى خارج المرمى، والتالق موجود من حليم حارس فريق الغابه. يبقى هجمات اهلاويه شرسه مع بدايه ال 45 دقيقه الثانيه، مرتين لاحمد سيد غريب، وادي مره اخيره عن طريق صالح نصر. حليم شال كورتين ثلاثه، كنت بتكلم على الحارس البديل اللي لعب مكان عمرو ياسر مع بدايه الشوط، وقلنا ان قدر مصطفى مارين الشوط الثاني يحافظ بقى على السكور ان هو ما يكبرش عن الست جوان اللي دخلوا خلال الشوط الاول عن طريق حسام حسن واحمد عبد القادر ومحمد محمود. ادي اللعبه دي بتاعت كريم فؤاد وبعض الهجمات اللي بتتعاد للنادي الاهلي في الشوط الثاني، واحنا بنقول الست جوان مين اللي سجلهم؟ برضه لعبه محمد هاني العرضيه والكره اللي كان طلع فيها محمد مغربي قبل ما يخرج. اهم الهجمات على مرمى حليم، وادي الكره اللي كانت اقرب للتهديف، اقرب كره النهارده احمد سيد غريب، وبعض الجمل سواء اللي صنعها محمد فخري برضه في اللعبه اللي قدامنا. كريم فؤاد سجل جون، زياد طارق سجل جون، محمد هاني سجل جون، ادي الست جوان. ادي قدامنا اليو ديانج اللي مدينا ظهره، ده لاعب النادي الاهلي في اعتقادي مفيش غيره، يعني لعيب جامد قوي، بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح. كان موجود مع عمرو السوليه في التشكيله امام انبي، كان واحد من اهم اللعيبه اللي شفناها في السنين الاخيره في منطقه وسط الملعب على مستوى الكره المصريه، على فكره مش على مستوى اللعيبه اللي النادي الاهلي جابها، بتكلم على ديانج لاعب المالي لاعب وسط الملعب، وده مش كلامي، كلام المحللين، كلام المتابعين، كلام الجماهير اللي بتحب وتفهم كوره. وسط الملعب من جديد يرجع بيها محمود سعيد تيتي، واحد من اهم اللعيبه اللي شفناها النهارده، لو قلنا ثلاث اربع اسماء مهمين في تشكيله الغابه منهم محمود سعيد رقم 25 ومحمد عزت زيزو، رمزي تيكو قلب الهجوم اللي برضه كده ظهر على فترات، وباقي اللعيبه الله يكون في عونهم في مواجهه النادي الاهلي. تتلعب الكره من جديد، احمد كلاشه هات وخد من بره المنطقه، عمل برضه نشاط على فكره احمد كلاشه اللي قلت لحضراتكم لعيب كره خماسيه، حتى بص الراجل تحس كده ان هو عايز يعمل الشغل بتاع الملعب الصغير. احمد كلاشه مقطوعه ترجع تاني من غباشي، تسديده جامده بجوار القايم اليمين لمرمى مصطفى شوبير، كان في اختبار لمصطفى شوبير من 10 دقائق وقدر يقفل الزاويه كويس قوي على احمد كلاشه. هيعملوا تبديلين دلوقتي هنشوف كده، عزام في اعتقادي نازل، اللي لبس القميص رقم 10 عزام، كان موجود اسلام حسن لابس 10 في الشوط الاول، هو خد القميص بتاعه ممكن عشان الارقام بقى ولا حاجه، معاهم الارقام كلها. وخارج كمان تيتي، وادي رقم 70 محمود الدوكش اللي قدامنا ده، اقل من 6 دقايق على نهايه التجربه الوديه
الاهلي مع الغابه احد انديه القسم الثالث، استعدادات النادي الاهلي للموسم الجديد وبدايه المعترك الافريقي في دور التمهيد الثاني امام بطل النيجر جاندر مايي ناسيونال اللي هيقابله النادي الاهلي، ولقاء الذهاب هيكون خارج الديار. ملعوبه كره من الجبهه الشمال، حمدي ياسر لرامي ربيعه، رامي كابتن النادي الاهلي ترجع له من فخري لرامي اللي بينادي على زمايله ولاعيبته عشان يطلعوا لقدام، بيقفلوا بدايه من خط المنتصف لعيبه مصطفى مارين دلوقتي بعرض الملعب حمدي ياسر الى رامي ربيعه، جاي له عزام اللي لسه نازل ويضغط كمان محمود الدوكش على جنب عند محمد هاني الى حسام حسن، حسام رجع على وسط ملعبه، ده احمد سيد غريب مش حسام، احمد سيد غريب لرامي ربيعه، رامي تطلع بره الى رامي التماس، ضغط عليه عزام وتطلع بره الى رامي التماس، الدوكش هيسيبها، سابها وطلع لقدام احمد ميدو، هو اللي هيلعب رامي التماس، يلعب احمد ميدو عند رقم 2 عبد الرحمن كانتي لمحمود الدوكش، بره ما يقدرش يسيطر عليها احمد ميدو وتبقى رامي التماس. خلاص تحس ان لعيبه النادي الاهلي اكتفوا بالست جوان تماما، لعيبه الغابه عايزين اللقاء ينتهي لغايه كده وتنتهي المهمه الصعبه ليهم في اللقاء الود التجريبي اللي كان اخر لقاءاتهم التجريبيه، لعبوا لقاء الامس على فكره قلت امام نادي الشهداء وخسروا بنتيجه 0-1 من 15 لقاء ود استعدادا للموسم الجديد. برضو كل الفرق دوري القسم الثاني هينطلق على فكره يوم الخميس القادم، تتلعب الكره تاني من احمد سيد غريب الى حسام، محمد فخري تروح هناك عند احمد اشرف في الطرف الشمال، يا ولد يا لعيب بينيه خطيره خطيره، انما يطلع حليم، برافو يا حليم، ادى ركله جزاء، ركله جزاء صبر ابراهيم الحكم يديها على حليم، انما تمريره حلوه من احمد اشرف واختراق من صالح نصر، برضو الولد صالح نصر بيعمل تحركات ايجابيه بشكل جيد بعد نزوله، لعيب رقم 34. هنشوف اللعبه من الاول، ادي حسام حسن اللي كان خلصها قبل محمود الدوكش، وقع على الارض حسام، كان تدخل معاه محمود الدوكش اللاعب اللي كان نازل من 3 دقايق، وادي الكره اللي خرج فيها حليم على صالح نصر احد بدلاء الدكه اللي لعب في منتصف الشوط الثاني صالح نصر. ركله جزاء رامي ربيعه اللي هيلعبها، حليم لسه بيتكلم مع الحكم، وقلنا مداعبات ولقاء بعيد عن التوتر والشد، لقاء ودي. لعيبه النادي الاهلي النهارده سواء اللعيبه والاسماء المعروفه للجماهير ادت بشكل طيب، محمود وحيد ورامي ربيعه ومحمد هاني، محمد محمود، الصفقات الجديده كريم فؤاد وحسام حسن، احمد عبد القادر اللي راجع من الاعاره، ومعاهم بقى اللعيبه الصغيرين كوكا محمد مغربي وزياد طارق، دول اللي كانوا موجودين في الشوط الاول، والمجموعه بقى اللي كملت في الشوط الثاني. رامي ربيعه، رامي ربيعه والسباعيه، ربيعه ربيعه، جول جول جول، رامي ربيعه وسبع تجوال للنادي الاهلي في لقاء تجريبي امام نادي الغابه، بداها حسام حسن وكمل احمد عبد القادر ثم محمد محمود ومحمد هاني، كريم فؤاد، زياد طارق، واخرهم كابتن التيم رامي ربيعه. حطها حلو قوي، ودى حليم هناك في جبهه الشمال، حليم الحارس البديل، انما الراجل عامل شوط تاني جيد، وهو بدا مع بدايه انطلاق الشوط الثاني مكان عمرو ياسر، لغايه دلوقتي اجاده تامه وركله جزاء اي حارس بنسبه 95% لازم تيجي، بنسبه 100% كمان، يبقى الراجل دلوقتي مقدم مهمته على اكمل وجه. حليم كان في حليم وبقى حارس الاولمبي ومنتخب مصر الكبير في فتره الثمانينات، انما ده حليم. احمد سيد غريب خلاص اقل من دقيقه على نهايه احداث المباراه، 7-0 للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللعيبه كانت واخده راحه بعد لقاء انبي، النهارده رجع بلقاء تجريبي، هيبداوا بقى التدريبات للمرحله اللي جايه، استعدادات لبدايه المشوار الافريقي، رحله الدفاع عن اللقب، لقب بقى رقم 11، 10 للنادي الاهلي لغايه دلوقتي 10 نجوم، باحتفاليه كبيره اتعملت يستحقها الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته،
كابتن محمود الخطيب بيبو مش سايب الفرقه معاهم خطوه بخطوه. وفر لهم الراجل لبن العصفور، عشان كده كانت العقوبات الاخيره احترس الحليم اذا غضب. عمل كل حاجه بيبو مع اللعيبه والجهاز الفني وعايز كل البطولات تتلعب تاني من غباشي محمود الدوكش الى زياد اشرف في الجبهه الشمال. رامي ربيعه يتدخل وتطلع بره الى رامي التماس. موسيماني، كابيلو، رانجوجا، موسى مطالبة. حوار مع نهاية المباراة، يروحوا بقى يتفرجوا على الماتش مرة تانية ويشوف أهدافه اللي اتحققت من التجربة. ضربة ركنية، ضربة ركنية تتلعب من أحمد كلاشة، سهلة في إيد شوبير. النهاردة استفاد من وجود اللعيبة الصغيرين في الملعب. تمريره بينيه حلوه، ممكن صالح نصر، خطيره، انما بجوار القايم الى ضربه ركنيه. كان الراجل محمود الدوكش هيجيب جون في نفسه، وادي ابتسامه، يعني كان ناقص المشهد ده بعد 7 اجوان. ويمكن مستوى المباراه باين على رد الفعل بتاع الجهاز الفني في اللقطه اللي فاتت. بنتكلم بكل امانه لان الجماهير عندها وعي تتفرج، وهي اللقاءات الوديه كده انت بتبقى عارف عايز مستوى ايه تقابله عشان تخرج من التجربه دي. محمد فخري يلعب عرضيه، طلع تاني الدفاع عن طريق زياد اشرف الى خارج الملعب. الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع، دي الضربه الركنيه اللي كان طلع فيها رامي ربيعه، خبطت كده، كانوا عايزين ضرب الجزاء لعيبه الغابه انها جت في ايد رامي ربيعه. احمد عبد القادر، ودي الكرة بتتعاد مرة تانية اللي طلعها محمود الدوكش لضربة ركنية وإعادة اللعبة. الراجل موسيماني خلاص ادي حتة برضه كده، تحس ان هو ريح عايز ينام شوية كمان من المستوى، يعني اللقطة اللي فاتت. صفارة نهاية المباراة، الأهلي يفوز بسباعية على نادي الغابة في التجربة الودية اللي خاضها النهاردة بتشكيلته من اللعيبة القدام واللعيبه الاساسيه واللعيبه الشباب. حسام حسن واحمد عبد القادر، محمد محمود، محمد هاني، كريم فؤاد، زياد طارق، رامي ربيعه، ال7 اجوان. تحياتي من على شاشه النادي الاهلي محمد عفيفي، ولكن يبقى الاستوديو التحليلي مع نجم مصر والنادي الاهلي كابتن ايمن شوقي، ونجوم التحليل الفني كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال.